بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. النهاردة سهرة خاصة بالتأكيد في شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين. لكن الأحداث الرياضية دايما أحداث متصارعة، أحداث ساخنة خلال الساعات الأخيرة، كل يوم وكل ساعة في جديد في الكرة المصرية. لا صوت يعلو على موقف نهاية الدوري العام خلال الساعات القادمة. كلنا بالتأكيد بنتابع يمكن منذ يوم الثلاثاء أو الأربعاء الماضي بعد مباراة الإسماعيلي مباشرة موقف اتحاد كرة القدم بعد إعلان جدول الأسبوع الـ 34 والجولة الأخيرة من الدوري العام، واللي بالفعل بدأت منها عدد من المباريات في التوقيت الحالي، أبرزها مباراة الجونة والإسماعيلي. عدد من المباريات بتقام في التوقيت الحالي، وما زال هناك أزمة كبيرة متعلقة بالأسبوع الـ 34 والجولة الأخيرة وفكرة تكافؤ الفرص بين جميع الأندية في الكرة المصرية مع ختام موسم 2018-2019. البعض داخل الجبلاية وصف هذا الموسم بأنه موسم استثنائي، ولكن فكرة الموسم الاستثنائي تأتي إذا كان هناك مواعيد مفاجأة ظهرت، فبالتالي الموسم كله بيكون استثنائي. لكن هذا الموسم لم يكن استثنائيا، نتيجة أن الأجندة الإفريقية كانت محددة منذ موسمين في آخر كونجرس للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي في المغرب عام 2017، وبالتالي الأجندة الإفريقية معروفة للجميع ولكل الدول الإفريقية منذ موسمين أو ثلاثة سنوات تحديدا، بعد تغيير مواعيد بطولات الأمم الإفريقية سواء للمنتخبات الكبرى أو حتى مسابقات الأندية الإفريقية، ما بين بعد ما كانت في موعد من يناير حتى نوفمبر تم تغيير موعدها بدءا من أغسطس أو سبتمبر حتى شهر مايو. عموما آخر حاجة متعلقة بهذه الجزئية بيان اتحاد كرة القدم اللي صدر النهاردة. لكن قبل ما أخش في البيان، النهاردة حلقتنا فيها تفاصيل مهمة جدا. هنستعرض عدد من الأخبار المحلية والأخبار المهمة جدا في مسألة فكرة استمرار الدوري العام خلال الفترة القادمة، وما هو موقف الجبلاية بخصوص شكل الدوري ونهاية المسابقة وفكرة تكافؤ الفرص في ظل حرص النادي الأهلي على الاستعداد بشكل جدي للموسم القادم مع تكافؤ الفرص أيضا في آخر أسبوع في الدوري العام. بالإضافة إلى ذلك هيكون معانا الأخبار المحلية والأخبار العالمية، وبالطبع أخبار النادي الأهلي اللي بيستعد في التوقيت الحالي تدريبات يومية لفريق النادي الأهلي. لكن هنعرف بقى من خلال مراسلنا كريم أحمد أخبار الجهاز الفني، أخبار اللاعبين، التدريبات في التوقيت الحالي كمان، إيه هي الرؤية الخاصة بفريق النادي الأهلي في الفترة القادمة إذا ما قرر خلال الساعات القادمة موقف الدوري العام. هل ستقام مباراتي المقاولون العرب والزمالك قبل كأس الأمم أو إذا صدر أي قرار آخر؟ النهارده هيكون معانا كذا فقره في برنامج الاهلي الليله وفي السهره الخاصه هنا في قناه النادي الاهلي في البث المباشر لكل جمهور النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. الفقره الاولى فقره اخبار، وفي بعض التفاصيل المهمه اللي ممكن هتعلن للجماهير بشكل عام بخصوص مقارنات ما بين اتحاد كره القدم وقراراته بالدول الاخرى، وكيف يفكرون في التوقيت الحالي لمصلحه انديتهم ومصلحه الكره عندهم بالمقارنه بالكره المصريه. ايضا كمان في الفقره الثانيه هيكون معايا ضيفي طبعا نجم النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي الكابتن احمد بلال، وفي الفقره الاخيره الكابتن عادل طعيمه نجم الاهلي الاسبق ومدرب والمدير الفني الاسبق بالتاكيد ليه باع طويل جدا في الكره المصريه. هنستفيد النهارده باذن الله بوجود الكابتن احمد بلال وبوجود الكابتن عادل طعيمه فيما هو متعلق بهذه الاخبار وهذه القرارات المصيريه في صالح الكره المصريه خلال الفترة القادمة، وإطلالة فنية على شكل مباريات الدوري العام في المرحلة القادمة، وما هو المفترض أن يحدث بالنسبة لتدريبات النادي الأهلي في ظل عدم وجود قرار رسمي بخصوص استكمال مسابقة الدوري في الفترة القادمة أو خلال الساعات القادمة. عبدأ معاكم بالبيان اللي صدر النهاردة تحديدا قبل المغرب مباشرة، كان بيان خاص من اتحاد كرة القدم بشأن مؤجلات الدوري العام وواقع الجدول خلال الفترة القادمة. البيان بيقول: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على أولوية المنتخب الوطني في قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع. كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية. ويؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد اللحظة، وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة
في الدوري، وفي مقدمتهم المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الإفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت امتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوام الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي، وذلك للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل. وعلى ضوء ذلك، فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني، بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الإفريقية للأمم بعد موافقة الأندية المعنية. طبعا ده كان بيان اتحاد كرة القدم النهاردة اللي صدر بعد اجتماع لم يستمر حوالي أكتر من حوالي ساعة ونصف ساعتين. البيان من ظاهره وانت بتقراه ما تقدرش تاخد منه قرار رسمي، لكن الفكرة أو البيان لما تضع ليه عنوان هناك فكرة أو هناك اقتراح ليه استمرار الدوري خلال الأيام القادمة بدون الدوليين، أو إذا لم تتفق الأندية سوف يكون هناك قرار آخر. عموما في نفس الوقت وبعد البيان ده بدأت التسريبات والتلميحات تخرج من اتحاد الكرة أن هذا المقترح ضعيف، كما جاء في أحد الأخبار على موقع اليوم السابع تحت عنوان اتحاد الكرة لابد من موافقة، اتحاد الكرة بيقول يعني مصدر في اتحاد الكرة بيقول لابد من موافقة 18 نادي لإقامة الدوري بدون اللاعبين الدوليين. كشف مصدر باتحاد كرة القدم أن اقتراح استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين هو اقتراح ضعيف للغاية، موضحا أن التصور الذي سيتم إعلانه غدا يتضمن انتهاء الدوري بعد بطولة الأمم الإفريقية. وقال المصدر لي اليوم السابع أنه لابد من موافقة الأندية 18 على استكمال الدوري بدون اللاعبين الدوليين، وفي حالة رفض نادي واحد لن يتم تنفيذ الاقتراح. يعني إذا حسب الخبر اللي مكتوب على موقع اليوم السابع ومصدر باتحاد الكرة هو قال لموقع اليوم السابع الكلام ده، إن إذا رفض نادي واحد من 18 نادي لن يتم تنفيذ الاقتراح، لافتا إلى أن هناك أكثر من نادي يرفضون الاقتراح. يعني هو بالتالي من خلال هذا الخبر اتحاد الكرة طلع بيان والمصدر عبر موقع اليوم السابع بيقول ضعيف ومش هيتنفذ، لان لو نادي واحد رفض لن يتم تنفيذ هذا الاقتراح، وهو عنده معلومه ان في اكتر من نادي بيرفضوا هذا الاقتراح. طيب خبر اخر متعلق بهذا البيان، النهارده اتحاد كره القدم اعلن في خطاب رسمي انه اجل مباراه المقاولون العرب والنادي الاهلي. هذا الخبر من خلال بيان رسمي او خطاب رسمي اخطر به اتحاد كره القدم ناديي الاهلي والمقاولين العرب بتاجيل مباراتهم التي كان من المقرر اقامتها غدا الثلاثاء على استاد بتروسبورت. وأعلن اتحاد الكرة في خطابه أن المباراة تأجل إقامتها غدا إلى أن يتم تحديد موعدها لاحقا نظرا لانعقاد مجلس إدارة الاتحاد لوضع تصور جديد لجدول الدوري. كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانا أعلن خلاله رفض استكمال بطولة الدوري عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال فترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. ايضا خبر متعلق بهذا البيان، يمكن احنا يعني من خلال هذا البيان اللي صدر بنحاول يعني نشوف الصوره داخل اتحاد كره القدم الاخبار اللي طالعه رايحه في اتجاه ايه من خلال بعض القرارات او بعض المعلومات اللي بتصدر من خلال المواقع. طيب برضو النادي الاهلي حريص على استكمال بطوله الدوري، والنادي الاهلي حريص على شكل الموسم والموسم القادم، فما عندوش اي مانع خالص انه يستكمل الموسم بدون الدوليين. وطبعا خدوا بالكم في نقطه برضه مهمه عايز اكد عليها، على الرغم ان النادي الاهلي من اكثر المتضررين في مساله ان يستبعد الدوليين من المشاركه مع النادي الاهلي في المباريات المحليه القادمه، عندنا 4 لاعبين في المنتخب الوطني الاول، عندنا ايضا لاعبين هينضموا للمنتخب الاولمبي، عندنا علي معلول هينضم للمنتخب التونسي، عندك جونيور اجايه في بس جونيور ما اختاروش للمنتخب الناجي، لكن عندك جيرالدو للمنتخب الانجولي، وليد ازارو لم يعني يستدعى للمنتخب المغربي، لكن انت بتتكلم مش 4 لاعبين بمنتخب مصر فقط، انت بتتكلم في اطار من حوالي من 6 إلى 8 لاعبين في القائمه المبدئيه قبل
موضوع كاس الامم الافريقيه، فبالتالي انت الاطار هنا مش الكره المصريه بس، ده انت عندك كمان لاعبين دوليين مع منتخبات اخرى او اتحادات اخرى ممكن هيكون في محادثات معاهم وممكن بالتاكيد هيستنوا بلعبتهم. لكن من ذلك النادي الاهلي ما عندوش مانع على حرصه ان هو يكمل مسابقه الدوري العام خلال الفتره القليله القادمه، حرصا على انتهاء المسابقه قبل كاس الامم الافريقيه، حتى لو النادي الاهلي هيلعب بدون الدوليين، لان القصه هنا مش متعلقه باخر مباراتين او ثلاثه مباريات في الدوري العام، الموضوع اكبر من كده بكتير، الموضوع متعلق بموسم كامل السنه الجايه، والموسم الكامل مش بفكره ان انا بقيد قايمه، الفكره ان انا هيكون فيه خسائر ماليه كبيره جدا. الخسائر الماليه لو الناس فكرت فيها في ايه؟ انت عندك لعيبه معاره، هتاخد فيها قرار ازاي؟ عندك قايمه من 30 لاعب، ماذا لو اتحاد الكره خد قرار بتقليص القايمه الى 25 لاعب؟ اذا سيرحل ما يقرب من 5 إلى 8 لاعبين خلال الموسم القادم بدون الاستفادة من تسويقهم للأندية الراغبة في التعاقد معهم، وبالتالي كلها خسائر مادية. بالإضافة لده الاتحاد الإفريقي في موعد القيد أقر أن أي لاعب هيقيد بعد تاريخ 20/7، ركزوا في الميعاد، بعد 20/7 و20/7 ده اليوم التالي لنهاية كأس الأمم الإفريقية، أي لاعب سيقيد سيتم دفع غرامة $500. طيب قبل 20/7 لو الاهلي ما قيدش اي لاعب او اي نادي مصر عنده بطوله افريقيه للمسابقات الانديه ما قيدش اي لاعب، هتقيد كل لاعب ب $500. $500 شوف بقى انت كام لاعب هتقيده، هتبقى الغرامه $500 وبالتالي هتكون خسائر ماليه كبيره. يعني القصه مش قصه فنيه بس، قصه فنيه وقصه ماليه، وبنتكلم في ارقام ماليه كبيره. عشان كده الاتحادات المعنيه بنفس الازمه خدت قرارات وكانت بتتحمل المسؤوليه، وعند صناع القرار فكره بما هو قادم، ازاي يحافظ على مصلحة المنتخب، ازاي يحافظ على مصلحة الأندية، ازاي يحافظ على شكل الكورة عنده في اتحاد بلده. طيب عموما البيان اللي صدر النهاردة الأهلي ما عندوش أي مانع فيه، والأهلي مرحب باقتراح اتحاد الكورة أن يستكمل الموسم بدون الدوليين خلال المباراتين القادمتين. بيتبقى للاهلي مباراتين في الدوري العام، مباراه المقاولين العرب، مباراه الزمالك في ختام الدوري، وقبل كده برضو النادي الاهلي ما كانش عنده مانع ان حتى لو مباراه مؤجله في كاس مصر ممكن يلعبها في التوقيت الحالي، ما عندوش اي ازمه في كل ده، ومش فارق معاه هو بياخد القرار مين موجود مين هيغيب مين هيلعب. انت بتتكلم عن اسم كبير، اسم النادي الاهلي، انت بتتكلم عن نادي النهارده جمهور الترجي تنزف فيديوهات كبيره جدا قبل ما يلعب الوداد المغربي بيقولوا احنا بنلعب نهائي افريقيا، بس غياب النادي الاهلي عن نهائي افريقيا مش مدي للبطوله طعمه او شكل او لون. نهائي افريقيا النهارده بيتلعب بين الترجي والوداد، ادخلوا على السوشيال ميديا شوفوا جماهير الترجي التونسي رغم الحاله اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت بتتكلم عن قيمه النادي الاهلي ازاي. فبالتالي اسم النادي الاهلي في افريقيا كبير جدا، فبالتالي لما بنتكلم عن اسم النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبقى حريص جدا على شكل المسابقه، حريص على نهايه المسابقه في التوقيت المناسب. والموسم الاستثنائي اللي احنا بنتكلم فيه السنه دي، الموسم الاستثنائي ده والله اكدت لكم ان كونجرس الاتحاد الافريقي الكاف لما انعقد في المغرب منذ 3 سنوات غير الاجنده الافريقيه وحدد كل المواعيد من 3 سنوات او تحديدا منذ موسمين. فبالتالي قصه ان في استثناءات او موسم استثنائي صدقوني هي كلمه مطاطه، ولما حتى بتطبق ما بتطبقش الا على النادي الاهلي. الموسم الاستثنائي لما بيطبق ما بيطبقش الا على النادي الاهلي. عموما اخر خبر في هذا الامر هو اتحاد الكره هيعلن التصور النهائي لمؤجلات الدوري والكاس غدا. قلنا لكم البيان، قلنا لكم موقف النادي الاهلي، لكن عموما بعد البيان ده اعتقد خلال الساعات القادمه ممكن بعد الساعه 12 بالليل على الفجر بكره الصبح نلاقي الموقع الرسمي لاتحاد الكره منزل لنا التصور النهائي لمؤجلات الدوري وكاس مصر بعد اعتماده من قبل مجلس الاداره. عموما مباراه الاهلي والمقاولين اتاجلت خلاص بشكل رسمي، انا انتظر تحديد موعدها النهائي، والاولويه بالتاكيد خلال الفتره القادمه للمنتخب الوطني. وصدقوني والله يعني مصلحه النادي، يعني المصلحه اللي بيتكلم عليها النادي الاهلي خلال الفتره القادمه هي على فكره مصلحه ايضا للكره المصريه. يعني المنتخب عنده كاس افريقيه خلال الفتره القادمه كلنا في ظهره وكلنا مساندينه وكلنا بندعمه، والمنتخب الوطني مصلحته خلال الفتره القادمه هي الاساس لينا كلنا، وعمر ما حد بيفكر في مصلحته الشخصيه على مصلحه البلد، مصلحه البلد فوقينا كلنا، مصلحه البلد بتهمنا كلنا. فبالتاكيد النادي الاهلي ما بياخد خطوات في هذا الامر بيهمه مصلحه مصر، بيهمه مصلحه الكره المصريه، حريص جدا 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 على مصلحه المنتخب الوطني، لان المنتخب لما بيلعب بلاعبين بيلعب من لاعبين الانديه الدوري المحلي. لعيبه انديه الدوري المحلي لما تروح للمنتخب وهي حالتها الفنيه والبدنيه كويسه ده لمصلحه المنتخب. وارجعوا كده للتاريخ وشوفوا من سنين لما المنتخب فاز بكاس الامم كان اكبر عدد من اللاعبين اللي بيشاركوا في التشكيله الاساسيه منين؟ كان من النادي الاهلي، لان ده الدور الوطني للنادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيلعب وبيحضر فرقه وبيكسب بطولات
في النهاية هو بيعمل كل ده عشان المنتخب يلاقي أكبر كم من اللاعبين جاهزين يخشوا بطولات إفريقية ويفوزوا ببطولات كبيرة. المقياس مش بعيد، 2006 2008 2010، والكابتن حسن شحاته موجود ويشهد على المساله ديت، لما كان بيحب يعتمد على اكبر عدد من اللاعبين والتوليفه الاساسيه انه يخش بيها غمار المنافسات الافريقيه، ما كانش بيلاقي افضل من لعيبه النادي الاهلي في التوقيت ده. والنادي الاهلي لما بيحضر فرقه عشان يكسب بطولات كان بيبقى الهدف بالنسبه له ان احنا كلنا بنلعب عشان المنتخب الوطني واسم مصر في الفتره القادمه. عموما ده بيان اتحاد الكوره، ودي الاخبار اللي ظهرت كده ليها بعض التسريبات عبر بعض المواقع من مصادر مختلفة في اتحاد كرة القدم لم تذكر اسمها في هذه الأخبار، لكن بتدينا صورة خلال الفترة القادمة. احنا كلنا صحفيين وعارفين لما بيصدر بيان بتبقى فيه بعض التسريبات كده بيديك الصورة ممكن خلال الفترة القادمة ايه، لكن النادي الأهلي ما عندوش أي أزمة خالص فيما يتعلق ببيان اتحاد الكرة، وممكن يكمل الدوري ويكمل الأسابيع القادمة بدون الدوليين. وقلنا لكم عدد اللاعبين خلال الفترة القادمة اللي ممكن يفتقدها النادي الأهلي في مباريات الدوري العام. لكن قبل ما اخرج من جزئيه مباريات الدوري، ويمكن خلال ال 48 ساعه الماضيه الكل الحمد لله كان بيستعين بخطابات الاتحاد التونسي والاتحاد المغربي في مساله اختيار المواعيد وضغط الفرق اللي هتلعب خلال الفتره القادمه، لا سيما الترجي التونسي والوداد المغربي لسه عندهم مباراه يوم الجمعه القادمه 31 مايو، لكن مع ذلك شفنا ضغط المباريات للفرق اللي وصلت نهائيات افريقيه ازاي هتضغط عشان تخلص الموسم قبل كاس الامم. لكن النهارده ظهرت حاجه جديده ومحدش خد باله منها. الخبر في مجمله او في عنوانه يعني اي حد هيقول لي طب ايه علاقه ده باللي احنا بنتكلم فيه؟ وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي كان من خلال الموقع الرسمي للاتحاد التونسي قال ان هو خاطب الاتحاد الافريقي لكره القدم وطلب من احمد رئيس الاتحاد الافريقي تغيير مواعيد المباريات المتعلقه بالمنتخبات الوطنيه في كاس الامم الافريقيه القادمه في مصر من فتره الظهيره او فتره النهار الى المساء، وتغيير المواعيد او تاخيرها الى المساء نتيجه درجه الحراره العاليه. واستعان بدور اللجنه الطبيه في الاتحاد. الاتحاد الافريقي ردا على الاتحاد التونسي حسب ما ذكره الاتحاد التونسي في بيانه النهارده هيتم دراسه الامر ويتم الرجوع الى اللجنه الطبيه بالاتحاد الافريقي لمناقشه هذا الموضوع وامكانيه تاخير عدد من المواعيد المباريات بدل ما تقام في حدود الساعه الثالثه او الرابعه عصرا ممكن يتم يعني بدايتها على الساعه الخامسه او السادسه وتستكمل باقي المباريات بعد الساعه التاسعه او العاشره مساء نتيجه ان درجه الحراره العاليه هتكون في فتره من شهر 6 لشهر 7 خلال الفتره القادمه. لكن بعد هذا الطلب من الاتحاد التونسي، الانديه التونسيه على طول طلعت بيانات النهارده وخطبت الاتحاد التونسي وقالت له ازاي تطلب من الاتحاد الافريقي ان المنتخبات الافريقيه تلعب متاخره عشان فتره الظهر او فتره النهار بتبقى درجه حراره عاليه جدا، وانت هنا في تونس بتلعبنا في شهر رمضان في درجة حرارة عالية بتصل لحوالي 35 أو 40 درجة مئوية وفي نهار رمضان. الاتحاد التونسي رد على الأندية التونسية قال إيه؟ هم سطرين أقراهم بس هتشوفوا قوة القرار وصانع القرار إزاي بيتخذ هذا القرار عشان تكافؤ الفرص ومصلحة الأندية ومصلحة المنتخب ومصلحة الكرة التونسية. ذكر الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المبادرة التي طلبها بخصوص تغيير مواعيد بعض مباريات كأس الأمم تأتي في ظل مخاوف من حدوث أضرار صحية على اللاعبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وأضاف الاتحاد التونسي حرصا على تجنب المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تحدث نتيجة برمجة العديد من مباريات كأس الأمم في توقيت غير ملائم تفوق في الحرارة أحيانا 40 و45 درجة مئوية. أجرى وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي محادثة مباشرة مع أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي. وقد تقدم رئيس الاتحاد التونسي بطلب لإعادة النظر في توقيت المباريات نظرا للأضرار الممكنة جدا على القلب إضافة إلى التأثير السلبي المحقق لارتفاع حرارة الجسم. وأبدى رئيس الاتحاد الإفريقي تفهم الموقف الاتحاد التونسي في انتظار الموقف الرسمي من اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي. ولكن بعد ما الأندية التونسية خطبت الاتحاد التونسي بعد هذا الخبر، الاتحاد التونسي أعلن في توضيح تجاوبا مع تفاعلاتكم بخصوص ما قد يبدو تناقضا بين طلب تغيير توقيت مباريات بطولة الأمم واعتماد التوقيت ذاته في البطولة المحلية، تود الجامعة التونسية اللي هو الاتحاد التونسي لكرة القدم توضيح العناصر التالية. شروط المسابقات الأفريقية يختلف عن شروط الخاصة بالرابطة التونسية والبطولة التونسية، وللحفاظ على مصداقية البطولة وتكافؤ الفرص يفرض الاتحاد التونسي برمجة آخر أربع جولات من البطولة التونسية الأخيرة بالنسبة للأندية المعنية بالصدارة أو بالهبوط في نفس التوقيت. للحفاظ على مصداقية البطولة يفرض الاتحاد التونسي
برمجت مقابلات أو مباريات آخر 4 أسابيع أو آخر 4 جولات في نفس التوقيت للأندية المعنية بالمراتب الأولى اللي هي فرق الصدارة اللي بتنافس على المركز الأول كالترجي، أو فرق المركز الثاني أو الثالث اللي بنفسه على التواجد في دوري أبطال إفريقيا كالنجم الساحلي أو الصفاقسي، والمراتب الأخيرة اللي بنفسه على الهبوط للدرجة الأدنى في الدوري التونسي في نفس التوقيت، علما بأن 4 ملاعب فقط من جملة 14 ملعبا تتوفر فيها الإنارة الكافية. لكن تعذر الاستجابة لتأمين المباريات المحلية ليلا من قبل السلطات الأمنية تمام هو ما يدفع لعدم الاستجابة إلى الطلبات على المستوى المحلي بإقامة مباريات نهارا ومباريات ليلا، وبالتالي لا يمكن بحال بأي حال من الأحوال تغيير مواعيد الجولات الأربعة الأخيرة في الدوري التونسي، ولا بد من إقامة آخر 4 أسابيع في الدوري التونسي حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. الناس في تونس عشان يبقى فيه مبدأ تكافؤ الفرص بتلعب في نهار رمضان كلها في توقيت واحد، رغم ان في ملاعب فيها اضواء كاشفه ممكن تلعب فيها ليلا، لكن الاتحاد التونسي ما قالش مباريات من مكان لمكان وقال لك لا كله هيلعب بالنهار، واللي عنده ملعب بيضاء فيه الاضواء الكاشفه بالليل هيلعب بالنهار عشان تكافؤ الفرص بالانديه اللي في المقدمه واللي في المركز او في المراتب الاخيره في الدوري. وبالتالي قلنا لكم اللي عايز ياخد قرار هيقدر ياخد قرار، واللي يقدر يتحدى او ياخد يعني قرار بمسؤوليه هيقدر ياخده بمسؤوليه ويقدر يتصرف بشكل جيد جدا حرصا على مصلحه بلده ومصلحه الكره عنده ومصلحه الانديه عشان ما يكونش في خسائر فنيه وماليه هنعاني منها خلال السنوات القادمه. دي كانت اطلاله فيما يتعلق ببيان اتحاد كره القدم وما تم مناقشته خلال ال 72 ساعه الماضيه. عرضنا ما تم في المغرب، عرضنا ما تم في تونس من خلال ملعب الاهلي خلال الايام القليله الماضيه مع الكابتن اسلام الشاطر، والنهارده بنتابع هذا الموضوع وبنشوف بيان اتحاد الكوره ما هو المقصود منه وما هو المقرر خلال الفتره القادمه. وقلنا لكم موقف النادي الاهلي في فكره انه ما عندوش مانع خالص يستكمل اخر مباراتين في الدوري العام بدون الدوليين، لكن المهم صانع القرار يقدر يتخذ القرار ويكون عنده المسؤولية ان يحفظ بيها شكل الكرة المصرية وشكل الأندية المصرية، عشان احنا كلنا داخلين على موضوع مهم جدا كأس الأمم الإفريقية. كأس الأمم الإفريقية مش بيمثل اتحاد الكرة بس، ده بيمثل الأهلي، بيمثل الزمالك، بيمثل كل أندية مصر. البطولة القادمة هي بطولة المصريين، بتمثل كل المصريين، فبالتالي كلنا عايزين نحضر ونفكر ونجهز نفسنا لبطولة الأمم، نخلص الدوري قبل كأس الأمم، نشتغل على الفترة القادمة ويبقى في ترويج لكأس الأمم والناس تتابع البطولة بشكل كويس. عايزين نظهر بشكل ممتاز البطولة القادمة بطولة الأمم، مش عايزين أي حد يستغلها فرصة لإثارة أي مشاكل، فبالتالي حرصا على الصالح العام تتخذ القرارات سريعا، كل مسؤول يكون عنده القرار اللي يقدر يتخذه لصالح الأندية ولصالح الكرة المصرية عشان المواسم القادمة ما يكونش فيها مشاكل، لأن المشاكل اللي هتحصل مش هيتضر فيها الأندية بس، والله المنتخب نفسه هيكون أكثر المتضررين، لأن تلاحم المواسم ده في الآخر هيأثر على المنتخب، ومش هنلاقي منتخب عنده وقت يقدر يلعب في أجندة دولية عشان يستعد بعد كأس الأمم لتصفيات كأس العالم اللي هتكون على طول بدءا من الشهور القادمة بعد كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله خلال الشهرين القادمين. طيب اخبار النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي بيواصل تدريباته خلال الفتره الحاليه، طبعا تدريبات يعني مش مفهوم او مش معروف الاستعداد لايه او امتى هيكون المباريات الرسميه الفتره القادمه عشان يبدا الجهاز الفني يحط خطه عمل للمباريات القادمه او التدريبات القادمه. لكن النهارده طبعا النادي الاهلي بدا تدريبه منذ حوالي ربع ساعه او نصف ساعه، بدا في الساعه 10 مساء استعدادا للمرحله القادمه. زي ما قدامنا في الصوره يمكن الجهاز الفني بيواصل تدريباته خلال شهر رمضان المبارك، طبعا ده صوره من تدريبات امس. قدامنا طبعا الخماسي حراسه المرمى شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي واحمد طارق سليمان ومصطفى شوبير. رمضان صبحي ايضا كمان بيستعد خلال الفتره القادمه، خلاص اخر مباراتين ان شاء الله في الدوري العام، حسين الشحات، صالح جمعه، كل اللاعبين على هبه الاستعداد ومنتظرين الجدول الرسمي، والجهاز الفني بينتظر الجدول الرسمي للمرحله القادمه عشان ازاي نقدر ننهي الموسم بشكل جيد ونحضر للفترات القادمه. طبعا احمد الشيخ للاسف كان تعرض لاصابه خلال الايام الاخيره قد ما كانت في الكاحل، لكن الجهاز الفني النهارده اكد ان الاصابه اللي تعرض لها احمد الشيخ لا تستدعي القلق وانه سيشارك في المران الجماعي باذن الله خلال اسبوع. اكد الجهاز ايضا ان الشيخ تعرض لكدمه في الكاحل ويخضع لبرنامج علاجي خلال الفتره القادمه، لكن بعد اسبوع ان شاء الله هيبدا يكون جاهز للتدريبات الجماعيه وهيكون جاهز بنسبه 100% ان شاء الله للمشاركه الجماعيه.
أحمد الشيخ أدى جلسات علاج طبيعي بسبب التورم القدم نتيجة كدمة الكاحل أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية. أحمد من اللعيبة سيئة الحظ، يعني كل ما يطلع من إصابة بيجيله إصابة، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون جاهز خلال الفترة القادمة عشان يعبر بشكل جيد عن قدراته في المراحل الأخيرة من ختام الدوري العام. وليد أزارو يمكن في مباراة الإسماعيلي تعرض لقوية في الكتف في كرة مشتركة كده في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، لكن الجهاز الفني النهاردة قال إنه هينتظم إن شاء الله في المران الجماعي اللي بيقام دلوقتي في ملعب مختار التتش، وبات أزارو جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعي. رفض الجهاز الفني الاستعجال في الدفع باللاعب في مران الفريق الذي أقيم بالأمس على ملعب التتش، حيث اكتفى بجلسة في الجيم والجري حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم للمزيد من الإطمئنان على حالته ومنحه وقت كافي للتعافي وإعلان جاهزيته. هيخوض الأهلي إن شاء الله مران مسائي أيضا النهاردة وبكرة إلى أن تتضح الصورة بخصوص المباريات المتبقية في نهاية الموسم بالنسبة للنادي الأهلي. الجهاز الفني بيعلن أن حالة سعد سمير الحمد لله في تحسن مستمر. سعد طبعا كلنا عارفين أن كان عنده إصابة في الركبة تعرض ليها في مباراة سان داونز، وبالتالي أجرى عملية جراحية، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة هيكون في حالة جاهزية تم إن شاء الله عشان يبدأ يعود للتدريبات الجماعية. أيضا نفس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد، بينتظم في برنامجه العلاجي بعد انتهاء راحته الأسبوعية. خلال الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله سعد وكريم نيدفيد هيسافروا إلى ألمانيا عشان يتوبوا، يعني يشوفوا آخر الإجراءات أو آخر المراحل النهائية من مسألة التأهيل والعلاج الطبيعي إن شاء الله قبل ما يرجعوا لتدريبات النادي الأهلي. وغالبا بإذن الله يمكن كريم وسعد يعني هيكونوا إن شاء الله بقى جاهزين بإذن الله لبداية الموسم القادم. بالنسبة لهم السنة دي الموسم خلاص انتهى بعد الإصابة التي لحقت بهما خلال الساعات أو خلال المباريات الأخيرة. النادي الأهلي النهاردة يمكن عنده مباراة مهمة جدا في كرة اليد، الفريق الأول لكرة اليد بياخد مباراة مهمة جدا أمام فريق سبورتينج في إطار منافسات الدورة المجمعة الفاصلة ببطولة السوبر. المباراة انطلقت في الساعة 10 من مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز إن شاء الله بإذن الله. يعني يقدر الكابتن يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني لفريق كرة اليد يحقق نتائج جيدة في دوري السوبر، لأن الفوز بدوري السوبر أو بطولة السوبر قصدي، الفوز ببطولة السوبر هتكون مهمة جدا للعب في البطولة الإفريقية خلال السنة القادمة. قدامكم طبعا تدريبات فريق النادي الأهلي على الشاشة، دي صورة من تدريبات الأمس، كل اللاعبين إن شاء الله يكونوا جاهزين للمباريات القادمة. طيب ناخد تليفون على الهاتف معايا زميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، حاضر في التوقيت الحالي في ملعب مختار التتش تدريبات فريق النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي محمد، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، وخلاص بقى الايام بتجري بسرعه، يعني رمضان اسبوع بالكثير وهتنتهي الايام الجميله. كل سنه طيب زميلي محمد، ان شاء الله يكون كان شهر كده خير على جمهور النادي الاهلي وعلى اعضاء النادي الاهلي، ويا رب الايام المتبقيه من رمضان يكون كان فراجه كده في بطوله الدوري، ويكون في قرارات جيده يا محمد من اتحاد الكوره. ان شاء الله باذن الله تكون الشهور القادمه كلها شهور خير على الكره المصريه وعلى الشعب المصري جميعا يا رب باذن الله. طيب التدريب عندك الاخبار ايه؟ يعني الفريق بيتدرب بيستعد بينتظر المواعيد الرسميه بخصوص المباريات القادمه، برؤيه الجهاز الفني لو اتكلمت مع الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ وجهه نظره في ما هو قادم، التدريبات الحاليه برضو موقف اللاعبين، كل اللاعبين قدامك في التمرين، يعني وضعنا في الصوره، قول لنا دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط في ملعب مختار التتش يا كريم. كالعاده طبعا زميلي محمد، يعني الاستعدادات لم تنقطع بالنسبه للنادي الاهلي رغم الحاله الضبابيه اللي احنا شايفينها من اتخاذ القرار في اتحاد الكوره باقامه المباراه بتاجيل المباراه لبعد كاس الامم، لكن في يمكن الحاجات المميزه جدا والاشياء الطيبه من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ ان في فصل تام محمد من اللعيبه لهذا الامر. اللعيبه يمكن كابتن سيد اجتمع مع اللعيبه قال لهم احنا هنلعب في اي وقت مهما كان الظروف المحيطه، لابد ان احنا نركز فقط في التدريبات، بنخطط في جمل خططيه مستمرات والجهاز الفني بيقوم بتنفيذها، في متابعات لشرائط الفيديو بالنسبه لمباراه المقاولين اللي كان من المفترض ان النادي الاهلي كان من المفترض اليوم يكون في معسكر مغلق، لكن خلاص بعد التاجيل اللي تم قبل الفطار تمام اللعيبه كلها بالزي العادي، ما فيش طبعا اليونيفورم الطبيعي اللي هو بيكون
قبل التدريب بيكون خلاص الاتوبيس النادي الاهلي، بعد التدريبات بينتهي وبيبدا فندق الاقامه. لكن النهارده خلاص لعيبه النادي الاهلي بتستأنف التدريبات. عايز اطمنك على اكثر من لاعب، يعني كمان وليد ازارو كان بيعاني من كدمه في الكتف وكان متواجد في الجيم ادى بعض التدريبات. النهارده بنشوف وليد ازارو مشارك في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي، وفي اللحظات كمان اللي انا بكلمك فيها في تقسيمه في منتصف الملعب بيشارك فيها بكل قوه، سواء مروان محسن، وليد ازارو، حسام عاشور، كل اللعيبه، محمد متواجد باستثناء احمد الشيخ، كريم ندبت بتاع سمير احمد الشيخ طبعا علشان الانكل. لكن بشكل عام اللعيبه في قمه التركيز، اللعيبه منتظره مباراه المقاولون غدا كمان. القرار ان شاء الله باذن الله نشوف قرار جيد يرضي جميع الاطراف وخاصه النادي الاهلي. النادي الاهلي محمد انت عارف هو يمكن اكبر الانديه المتضرره في هذا الموسم الاستثنائي اللي شايفينه مش استثنائي حتى هذه اللحظه، لكن بشكل عام النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بتادي تدريبات بكل قوه. غدا كمان هيكون في التدريب على امل ان شاء الله ان احنا نشوف جدول المسابقات، نشوف ايضا كمان ميعاد مباراه المقاولون العرب المجهول حتى هذه اللحظه زميلي محمد. طيب عدد من اللاعبين كان الفتره الاخيره طبعا كانت في اصابات طفيفه وخفيفه، يعني طمني كده على حاله وليد ازارو واحمد الشيخ. يمكن النهارده كانت في اخبار متعلقه ان وليد ازارو كدمه خفيفه في الكتف لكن هيشارك في التدريبات الجماعيه النهارده، احمد الشيخ بالكتير خلال اسبوع هينضم للتدريبات الجماعيه. وايضا لو في اي لاعبين اخرين، يعني ايه الجديد برضو يا كريم لو في جديد قول لنا. يمكن لا زي ما بقول لك زميلي محمد، هو يمكن ابرز الاصابات وابرز اللعيبه اللي كانت بتاهل بالنسبه للفتره الماضيه او بالنسبه لوليد ازارو بالتحديد. النهارده وليد ازارو اطمنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود بيشارك في التدريبات الجماعيه. يمكن النهارده زي ما بقول لك اللحظات دي في تقسيمه بيشارك فيها بكل قوه، يعني تدريب كمان بالكره، فواضح ان وليد جاهز ان شاء الله خلال الفتره القادمه. واحمد الشيخ اللي لسه بعيد شويه عن التدريبات لكن مستمر في البرنامج الموضوع من الجهاز الطبي، تدريبات في الجيم، بعض الجلسات في ليه يستمر زي ما بقول لك بقى كمان يمكن برنامج المطول شويه بالنسبه لسعد سمير وكريم ندبد، دول الاثنين طبعا يمكن مطولين شويه بالنسبه للاصابه، لكن الحمد لله كل اللعيبه حتى هذه اللحظه الكل متواجد، الكل بيشارك، مفيش اي اصابات، ويا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله تبعد كل الاصابات عن لعيبه النادي الاهلي. طيب برضه الجزئيه المتعلقه بالتدريبات خلال الفتره القادمه، يعني الجهاز الفني لو ما صدرش قرار النهارده بخصوص مواعيد المباريات الدوري، هل احتمال يكون في راحه لبكره او بعده، ولا التدريبات مستمره الى ان يتم اتخاذ قرار بمواعيد المباريات القادمه؟ بالنسبه للتدريبات يا محمد غدا التدريب طبيعي الساعه 9:30 على امل ان شاء الله زي ما بقول لك صباحا او قبل الفطار يكون في القرار بتحديد ميعاد المباراه، لكن النادي الاهلي مستمر في التدريبات، وده القرار يمكن اتخذ من الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ ان النادي الاهلي يستمر في التدريبات عقب انتهاء الفطار وفي تمام الساعه 9:30 كما هو معتاد في شهر رمضان. غدا ممكن الرؤيه تبان بشكل كبير جدا يا زميلي محمد، وبالتحديد في التدريب هيبان مع تحديد مباراه المقاولون، هيبان هيكون في معسكر مغلق امتى، هيبان في تعديل للتدريب ولا لا، لكن يمكن الحاله مجهوله شويه الساعات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. بتمنى ان يكون في انفراج وبتمنى يكون في معرفه للمواعيد، لان النادي الاهلي هيضع امور كثيره جدا مع اعلان مباراه المقاولون المجهوله حتى هذه اللحظه زميلي محمد. طيب اخر سؤال يا كريم، ايمن اشرف يعني شال القناع اللي على الوجه ولا لسه برضه الجهاز الطبي يفضل انه يكمل القناع خلال الايام القادمه؟ يمكن ايمن اشرف لا، يعني القناع متواجد في حرص كبير جدا عليه من الجهاز الطبي، لان تدريبات الكره واشتراكاته كمان بمركزه الحساس في المستكي التحامات كثيره في التدريبات، بيرتدي القناع لان يمكن اي اصابه او اي خبطة محمد طبعا هتاثر بشكل كبير، هي بتعوق شويه وده اللي يمكن فقدنا شويه يعني بتحجب الرؤيه شويه، لكن محتاجه تعود ان ايمن يتعود عليها بشكل كبير، فعشان كده في التدريبات بشكل مستمر على مدار التدريب بالكامل بيكون مرتدي القناع. ممكن يبقى فيه راحه بسيطه جدا، يعني ممكن نقول ان هو بيحاول ان هو يقلع القناع في جزء من المران، لكن على اغلبيه المران او الساعه ونص اللي بيكون فيها تدريب النادي الاهلي بيكون مرتدي القناع، لكن ان شاء الله باذن الله يعني ايمن ما يبقاش فيه اي حاجه، القناع بيحمي بشكل كبير، هي التدخلات بس اللي بيتم التحذير عليها بشكل كبير جدا من الجهاز الفني، الاحتكاكات بتبقى قويه شويه للحماس والجديه اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي، لكن بشكل عام ايمن اشرف الحمد لله يمكن جاهز ان شاء الله بدنيا وفنيا خلال المرحله القادمه. اخر سؤال يا كريم، انضم للتدريبات الجماعيه ولا لسه في التاهيل؟ لا علي لطفي منضم، يمكن كمان امس كان بيشارك في التدريبات الجماعيه، وطمنا بشكل عام عليه من الكابتن طارق سليمان والطبيب النادي الاهلي خالد محمود، بيعلن جاهزيته ان شاء الله بيأدي تدريبات قويه مع الشناوي ومع شريف اكرامي، احمد طارق سليمان، مصطفى شوبير. يعني طبعا علي كان غاب الفتره اللي فاتت وكان عنده برنامج تسهيلي الموضوع، لكن شفائه تماما ومتواجد مع فريق النادي الاهلي، وايضا كمان في اللحظات اللي انا بكلمك فيها بيشارك في التاسيبه مع بالتوالي طبعا مع الشناوي وشريف اكرامي واحمد طارق سليمان. زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا.
اهلا بحضراتكم من جديد والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. والنهارده زي ما قلنا لكم في موضوعات كتيره جدا، وهنتكلم في موضوعات حيويه متعلقه بشكل المسابقه الفتره القادمه، بيان اتحاد كره القدم، موضوعات كتيره. والنهارده طبعا يعني من حظ الكويس ان معايا احد نجوم النادي الاهلي، ليه باع طويل جدا في هذه الامور، امور فنيه اكتر كمان، لان هو عارف بقى ايه اللي في صالح الكره المصريه او ايه اللي في صالح اللاعبين تحديدا المرحله القادمه او الفتره الحاليه، ازاي اللاعب يفكر، ازاي الجهاز الفني يحضر، كل الامور دي هاخد فيها راي ضيف النهارده الكابتن احمد بلال مهاجم النادي الاهلي. كابتن بلال منورنا ومشرفنا. مساء الخير يا ابو احمد، ازيك؟ اهلا بيك. الله يخليك يا رب. الحمد لله. وانا ببقى مبسوط بشكل شخصي بامانه لما بتكون معايا او لما اكون انا معاك، يعني انت احد النجوم او هداف النادي الاهلي طبعا، فليك باع طويل في الكره المصريه ومع النادي الاهلي، ف رايك ايه في اللي بيحصل؟ والله بص، تعالى ناخد الموضوع كده يعني من اوله ونشوف مدى تأثير القضية دي على النادي الأهلي، ومدى تأثيرها أيضا على الدوري العام، ومدى تأثيرها على منتخب مصر. انت لازم تمسك الخيط من أوله عشان تعرف الأضرار اللي بتلحق على كل الناس أو حتى المنافع. تمام، خلينا نتكلم في البداية، مش بس عشان أنا لعيب في النادي الأهلي وكنت كابتن النادي الأهلي، ولكن خلينا نتكلم في البداية. انت بتتكلم على تطوير مستقبل الكرة في مصر، عشان تطور مستقبل الكرة في مصر إذا انت محتاج دوري قوي منتظم، تمام، لعيبة بتاخد راحات، لعيبة بتدفع فيها ملايين كبيرة جدا قد تصل إلى المليارات فيما بعد. تمام، يعني أنت الموسم القادم ممكن يبقى عندك صفقات أو عندك حجم اللعيبة، الفاليو بتاع اللعيبة اللي موجودة عندك تسوى مليارات، فأنت بتتكلم في قيمة كبيرة جدا للعيبة اللي موجودة عندك. إذن كل نادي محتاج أنه يحافظ على اللعيبة اللي موجودة عنده. تمام، خلينا نتكلم على الدوري العام الأول وبعدين نتكلم على الأندية. الدوري العام المصري عشان يبقى دوري قوي محترم لازم تكون اللعيبه بتأدي بشكل جيد، لازم تكون اللعيبه الكواليتي بتاعتها عاليه، لازم عشان اللعيبه تبقى الكواليتي بتاعتها عاليه لازم يبقى في تنظيم لبطوله الدوري العام، يبقى في تنظيم للجدول، اللعيبه عارف هيلعب امتى، هينام امتى، هياكل امتى، هياخد اجازه امتى. هياخد اجازه امتى. اللي بيحصل في كره القدم المصريه ده بقاله 3 4 سنين يعني سبيشالي كده مع النادي الاهلي، انك ما بتاخدش اجازات بقالك 3 4 سنين، فبالتالي كم تراكم الاصابات الغير طبيعيه واللي ما بيستفدش منها المنتخب على الصعيد الاخر الاكبر. صح. فده يعني الفايده ما بترجعش على المنتخب وما بترجعش بالتالي على النادي. انت النادي الاهلي بتفقد قيمه كبيره جدا من قيمه اللعيبه اللي موجوده عندك بكثره الاصابات، معرض ان لعيب اصابه ورا الثانيه ورا الثالثه مستوى يقل، فبالتالي يفقد القيمه الماديه بتاعته. لعيب المنتخب المصري بيفقد قيمه اللعيب لانه مش متواجد من كتر المباريات اللي بيلعبها وتلاحم المواسم اللي بيلعب فيها اللعيب المصري. عشان كده بقول لك الاول تنظيم بطوله الدوري العام بشكل جيد، الراحات اللي بياخدها. عمرك شفت فريق في يعني دوري في العالم اللعيب ما بياخدش راحه متكامله او راحه كامله نهايه السيزون؟ استحال. الدوري الانجليزي خلص خلاص، الدوري الاسباني بيخلص ده خلصان من 12/5، اللعيبه هتاخد وقت قد ايه راحه؟ هتاخد راحه كبيره جدا، راحه سلبيه، يعني يستجم، يجري، يتمشى. تمام، مش هيقعد في البيت يا كابتن بلال، ثلاث شهور بس بيتخللوا، ما عندك شهر ونص او شهرين، هو بياخد اللعيب شهر 30 يوم راحه وبيبتدي يعمل فتره. انت فين من الكلام ده؟ فين انت كبطوله او كتنظيم لبطوله الدوري العام اللي موجود عندك او للبطولات اللي موجوده عندك اللي فيها تلاحم مستمر بقالك 3 4 مواسم، وكل موسم هو موسم استثنائي بالنسبه للكره المصريه، يعني احنا قاعدين على الموسم الاستثنائي بالنسبه للكره المصريه بقالنا 3 4 مواسم، ده بيقلل من قيمه اللعيب لانه خلاص انت لعيب بتلعب موسم الثاني تقدر، لكن الثالث اكيد هتهلك اكيد. عشان كده احنا اللعيبه بتاعتنا 30 سنه بنبتدي يقول اللعيب ده هيبطل امتى؟ السنه الجايه ولا اللي بعدها؟ تمام؟ بتيجي تحسبها ازاي؟ والاصابات بتكتر، ما هو هيبطل امتى؟ استهلاك اوفر ستريس على لعيب، اصابات كتيره جدا، بعد عن الملعب بشكل سلبي مش ايجابي. تمام، فبالتالي فرصه انه يبطل بدري، فرصه انك تفقد قيمته كلاعب موجوده بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم بقى على النادي الاهلي. طيب قبل ما تخش للنادي الاهلي، الناس مش واخده بالها من نقطه مهمه جدا. الاول احنا كنا بنشتكي اتحاد الكوره لما كان بينظم المسابقه كان بيقول لك ايه، اصل الاتحاد الافريقي موعده في الاجنده بتاعته البطوله بتبدا من شهر يناير بتنتهي في نوفمبر. طب ما هو الانديه بتخلص الدوري في شهر 5 او في 6 وهتستكمل دور المجموعات في شهر 7. تمام، هتريح امتى وتشتغل امتى؟ صحيح. طب ما سبحان الله، ما الاجنده الافريقيه اتعدلت عشان خاطر الشمال افريقيا وبقت الامور في صالحنا اهو. صح، ما نعدلها ونمشيها. صح يعني جت لنا لغايه عندنا، واتعمل كونجرس في المغرب من حوالي سنتين ثلاثه في الاتحاد الافريقي وجمعيه عموميه كبيره عشان المواعيد تتغير،
وكان الاتحاد الافريقي واخد على عاتقه ان شمال افريقيا مهم في المسابقات الانديه الافريقيه، فقال لك خلاص نغير المواعيد وبقت البطوله من شهر 8 لشهر 5. فبالتالي انت تخلص الموسم بتاعك في شهر 5، عندك 3 شهور تريح فيهم تبدا الموسم بتاعك الجديد. فجات لك الفرصه لغايه عندك، برضه بتقول موسم استثنائي ومش عارف تنهي الموسم. شوف موسم استثنائي اوكي، احنا موافقين انك لان في بطوله افريقيا موجوده هنا السنه دي تمام، بس الموسم الاستثنائي ما ينفعش يبقى موسم استثنائي على بعض الفرق والبعض الاخر لا. بمعنى انت النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في شهر فبراير اللي فات كنت بتلعب مباراه بره ملعبك في افريقيا، بترجع بعديها بثلاث ايام تلعب مباراه هنا، بتروح بطياره خاصه وترجع تلعب مباراه في الدوري العام، وبعدها بتلعب في مباراه في الدوري العام تاني وتطلع تلعب مباراه وترجع تلعب مباراه افريقيا هنا، وبعد كده تلعب مباراه في الدوري العام وبعد كده تطلع افريقيا بره. صح، ده معناه ان الموسم استثنائي بالنسبه للنادي الاهلي فقط لا غير. انا مش بتكلم على نادي الزمالك وانت بتتيح له الفرص الكبيره جدا في الراحات، حقه، لكن حق انا كنادي اهلي برضو ان تتاح لي الفرص الكبيره في الراحات. يعني ما ينفعش تخرجني انا بفعل فعل من بطوله افريقيا وتتعامل مع بعض الفرق بطريقه مختلفه، ان الفاينل وانت محتاج راحه ومحتاج، لا يعني الكلام ده يعني غير وارد في كره القدم على الاطلاق. المساواه في بعض الاوقات في الظلم عدل، طالما سويتني في الظلم مع حد خلاص يبقى ده العدل بالنسبه لي. انما ما ينفعش تديني عدم فترات راحه العب من خلالها ويتعرض لعيبتي للاصابات بشكل كبير جدا، انا العب 48 ساعه كل 48 ساعه لمده شهرين او كل مثلا 72 ساعه لمده شهرين، ما انا اللعيبه بتاعتي معرض للاصابات. حد تاني يطلع يقول لك طب ما انت الفرقه 25 لعيب، اه بس الاساسي 11 لعيب. انا ما ينفعش كمدير فني يبقى عندي 25 لعيب وانا بلعب ال 25 لعيب كل مباراه بلعب 11، استحاله. في كرة القدم الكلام ده مش موجود على الإطلاق. أنا عندي 13 14 لعيب بدور فيهم والباقي موجود ستاند باي، يعني خلاص لما احتاج لعيب ممكن لعيب يدخل لعيب يخرج، هي دي كرة القدم. بص في أي فرقة في العالم هتلاقي أنت بتتكلم في حوالي من 14 ل 16 لعيب أو 17 لعيب ماكسيمم، هم دول القوام الفعلي لأي فرقة في العالم. صح، هم دول اللي بيتغير فيهم اللعيبة، هم دول اللي اللعيب يدخل واللعيب يخرج، ولكن القوام الأساسي أنت عندك 7 8 موجودين وبتغير في 3 4 و3 4 احتياطي بتغير في 2 3 فيهم. بالزبط، هو ده دي الفرق اللي موجودة في العالم. فما ينفعش تيجي تقول لي إيه، لا إحنا أتحنا الفرصة إنك يبقى عندك 30 لعيب في القائمة فبالتالي لعب كل ال 30 لعيب. أنت مش هتجبر الأندية تلعب مين وما تلعبش مين. لا، ولما خد قرار 30 لاعب ما خدوش من أول الموسم، ده خده في يناير. بالظبط، لما لقى الأهلي لعب افريقيا ولعب عربي ولعب دوري ولعب كاس، واحنا من اول موسم بنقول يا جماعه صح، السنه دي هنلعب مش اقل من 50 60 مباراه. صحيح، زود البطوله العربيه كمان وبطوله عربيه، بطوله اثنين افريقيا تلعبت السنه دي، بطوله دوري عام، بطوله كاس مصر دخلت فيها، بطوله عربيه اثنين افريقيا اثنين دوري ابطال ولعبت السوبر. تمام، يعني ده معنى انت بتلعب حوالي سبع، لعبت السنه دي سبع بطولات، فده يعني كتير جدا على الكره المصريه. انت خد بالك برده بتتعامل مع نوايا من اللعيبه ما عملتش الكلام ده قبل كده. اما نيجي نتكلم عن الدوري الانجليزي اللي بيلعبوا البوكسنج دايز اللي هم بيلعبوا كل 48 ساعه، ده راجل بياخد شهر اجازه اخر السنه، بيعمل فتره اعداد متكامله كافيه، وبيدخل على الموسم عارف انه في وقت من الاوقات الدوري مضغوط. تمام، انما انت النهارده بتكمل الموسم وبتتلاحم الموسم وبتخش على الموسم اللي بعديه وبتخش في ست بطولات وعندك بطوله ثانيه اسمها البطوله الافريقيه. ده برده لعيبتك هتلعب فيها، اللعيبه الكثيره بالنسبه لك هتلعب فيها، فبالتالي انت ما اتحتش الفرصه للنادي الاهلي انه يشتغل صح، انه ياخد بطوله افريقيا بالشكل يعني اللي ممكن من خلاله ياخدها، انك تديله الراحات الكافيه بالنسبه له. اي لعيب في العالم ما ينفعش يلعب ماتش يسافر بره يلعب ماتش ويرجع بعدها ب 48 ساعه او 72 يلعب ماتش تاني هنا في البطوله في اجواء مختلفه، اجواء حاره جدا او مطره جدا واجواء هنا مختلفه تماما. وعندنا موقفين حلو، موقف تنزانيا الاهلي كان عنده مباراه مع سيمبا في تنزانيا. صح، مزبوط. انا فاكر وقتها الكابتن سيد قال له انا في عرض يوم لان انا مسافر تنزانيا. صح، الفجر، والاهلي لم يعترض وسافر لم يعترض. مباراه سان داونز انت لعبت مباراه الزمالك على ملعب برج العرب بشكل بكل قال لك استحاله تلعب عليه تاني. صح، بعدها ب 48 ساعه في نفس اجواء الملعب لعبت برضه مباراه كان فيها لود كبير جدا. طبعا، وسافرت جنوب افريقيا والاستثناء او الموسم الاستثنائي اتحاد الكره قال لك لا لازم تلتزم بالمواعيد عشان ده موسم استثنائي، ومع ذلك طب ما انت عندك من البدايه فكره انك تكمل الدوري اللي بعد كاس الامم، طب ما اجلتش ليه المباريات ديت؟ صح، يعني فكره ان انت عندك ان المباريات دي تتلعب بعد كاس الامم، طب ما كنت اجلت المباريات دي، لكن انت قلت وقتها ايه؟ يا جماعه نكون حريصين ان احنا قدر الامكان نخلص ماتشاتنا عشان لو عندنا وقت نخلص قبل كاس الامم كان يبقى كويس جدا. جات لك الفرصه والاهلي التزم بالجدول ومع ذلك كبرت منك في نهايه الموسم. لا مش كبرت منك، انت ما حطتش جدول له نهايه زمنيه محدده، ما ينفعش يبقى انا بشتغل في دوري عام مالوش نهايه جدول، يعني ما ينفعش تحط لي البدايه وتقول لي النهايه مش معروفه، لم تحدد بعد.
زي بالظبط فكره انك انا بوقف لعيب لاجل غير مسمى. يعني ده دي بطلت في كره القدم، فاهم قصدي؟ يعني ده ما هو في لاجل غير مسمى، يعني ايه يعني مسمى؟ يعني بكره بعد السنه الجايه اللي بعدها، فاهم قصدي؟ كذلك برضو انا بحط جدول، ما ينفعش وانا بحط الجدول اقول الجدول ده له بدايه معروفه صح، الوسط على احتماليات، النهايه غير 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 معلومه، صعب. لا ده النهايه اتعملت ايه؟ انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، بص هقول لك على حاجه، دي هقول لك على حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي واضح جدا ان الجدول هو بيتحط، يعني عارف هيوصلوا للنهائي؟ لا مش هيوصلوا، يعني ممكن يوصلوا احتماليه، لا احتماليه ما يوصلوش، فبالتالي انا هبتدي اشوف بقى لما يوصلوا هحط الجدول، لو ما وصلوش والله ده اللي حصل. ما هو بص والله ده اللي حصل، طالما بص اتكلمت في موسم استثنائي يبقى كل حاجه استثنائيه، يبقى الجدول يبقى محطوط على انه دوري استثنائي، مفيش مشكله. الاهلي لم يعترض على فكره على استثنائيات الدوري العام خالص على الاطلاق نهائي، ولكن الاهلي بيعترض على عدم وجود جدول زمني تمشي عليه من البدايه الى النهايه، هي دي الفكره بالنسبه لك. والفكره برضو لما قال البيان بتاع النادي الاهلي تكافؤ الفرص في المراحل الاخيره، بس انت محتاج طبعا تكافؤ. هقول لك كلمتين بس مهمين جدا. انت عندك لعيبه ممكن تنتهي العقد معاهم في شهر 6 اللي جاي، هيلعبوا معاك بقيه السيزون؟ لا، ولا هيمشوا بالسلامه؟ ممكن يمشوا، ما بيفكروش كده. طيب. ما بيفكروش في اتحاد الكره كده. سؤال، لعيب مثلا بيلعب في فريق تاني، الخصم بتاعك اللي بيلعب على بطوله الدوري العام هيتعاقد معاه، هيلعب معاه ولا هيلعب مع فرقته؟ ما قالوش برضو القيد ظروفه، ما حددوش حاجه. الفير بلاي، انت بتتكلم في الفير بلاي. الفير بلاي ان انا النهارده ابقى عارف العب مع مين ضد مين، امتى اللعيب ده معايا ولا مش معايا، فاهم قصدي؟ ما ينفعش يبقى انا النهارده، انا هقول لك على حاجه، بلاش لعيب، مدرب. بعد بطوله افريقيا مش المدربين احتمال يمشوا واحتمال يجوا مدربين تانيين؟ طبعا. طب المدرب ده هيجي على اي اساس؟ مع اي لعيبه؟ باي امكانيات؟ لا هو كمان في نقطه وبعدين لا خد بالك بس هكمل الحته دي. انت النهارده عندك ماتش المقاولين، المفروض عايز يعني عايز المفروض الاتحاد الكوره عايز يتلعب دلوقتي في الوقت الحالي ويأجل لك ماتش الزمالك بس. صح؟ والزمالك المفترض يتأجل له ثلاث ماتشات لنهايه بعد بطوله افريقيا. طب ثلاث ماتشات بعد بطوله افريقيا هتكون تحدد مين اللي نزل، مين اللي هبط، ومين اللي فضل في الدوري العام. ثلاث ماتشات وبتتكلم على فرق هي خلاص اللعيبه هتريح شهر تقريبا شهر بالظبط او 45 يوم عشان يجي يلعب مباراه، هتبقى بالنسبه له مباراه تحصيل حاصل. اذا ما فيش تكافؤ للفرص في القصه دي، ما فيش الفير بلاي. انا عايز النهارده العب مع فرقه هي جاهزه عندها تارجت، سواء اذا كانت بتلعب على مركز او عايزه تنجو من قصه الهبوط. ما ينفعش تحدد الدوري العام ومين هبط ومين ما هبطش وبعد كده تقول لي تعالى العب بقى بني سويف او تلعب. ما هو الجونه بيلعب دلوقتي. ما انا بقول لك اهو، ما هي دي الفكره، الجونه بيلعب دلوقتي. هي دي الفكره. يعني نفترض الجونه قعد خلاص، ايه الوضع بقى؟ فين بقى تكافؤ الفرص في المباراه الاخيره؟ ما فيش، هتلعب بالناشئين خلاص. شكرا. اكيد لو حماده الصادق مكمل او هو مكمل اوريدي كمان السنه الموسم اللي جاي، يبقى هيجيب اللعيبه الناشئين يلعب بيهم قدام نادي الزمالك وشكرا الموضوع على كده. حتى هو يقول لك ساعتها اختار اشوف مين يقدر يمشي معايا السنه الجايه يكمل معايا. وجهه نظره بقى، يبقى خلاص هو خد التارجت اللي هو عايزه. خد بالك، ما هو طالما انت خلصت عندك حاجتين، لعيبه هتمشي، لعيبه هتتعاقد معاها، معسكر هتبتدي تعد له من دلوقتي، فبالتالي مباراه الزمالك بالنسبه لك اصبحت مباراه تحصيل حاصل، ليست لها اي قيمه، لان انت هتفتقد بعض اللعيبه وهتجلب بعض اللعيبه الاخرين. اذا مبدا تكافؤ الفرص مش موجود، مش متاح على الاطلاق خالص. فبالتالي كون ان المفترض في اي حته في العالم اخر ثلاث مباريات بيتلعبوا مع بعض كلهم في نفس التوقيت، اخر ثلاثه الاهلي قال لعب مباراه وقال لك مش مهم، يبقى مباراتين فيهم تكافؤ فرص. مباراه الاهلي والزمالك والمقاولين يبقى اخر ماتشين في الدوري العام، يبقى كله يلعب مع بعض. كمان النادي الاهلي قال لك لا خلاص احنا تبقى اخر مباراه، فاهمني؟ على الاقل يبقى في تكافؤ الفرص، يبقى في يعني مبدا فكره ان انا بلعب مباراه بالنسبه لي كل الناس بتلعب في نفس الوقت في نفس التوقيت. الدوري كله يا كابتن بلال لازم يكون في تكافؤ فرص. الجونه 36 نقطه، مع الحرس 36 نقطه، مع الاتحاد الاسكندري 36 نقطه. حلو. هو بيلعب النهارده، هم ما بيلعبوش النهارده، فبالتالي فين تكافؤ الفرص ان المباريات الاخيره تلف في توقيت واحد؟ الادهى من كده كمان، الادهى من كده كمان، مباريات النادي الاهلي المفروض في المرحله الاخيره مع نادي الزمالك، المفروض العب مع الزمالك لما يكون خلص كل مبارياته. حلو. هل هيلعب مع الانتاج الحربي والحرس والجونه قبل ما يتحدد موقفهم؟ طب. في الهبوط او الصعود؟ انا هسال سؤال بقى تاني، مثل لسارتي. حلو. لو هو شايف ان هو ده، او النادي الاهلي شايف ان ده اخر موسم بالنسبه له، مثلا خلاص، وهو مش عايز يجدد لمثل لسارتي، هيتم بيه الدوري العام ولا الراجل هيقول له سلام عليكم لا انت مش موجود معانا فتفضل دور على فرقه تانية، هيعمل ايه؟
هو الراجل نفسه هيكتب في السي في بتاعه فاز بالدوري ولا فاز بالدوري؟ لا لم يكتمل الدوري. هيكتب في السي في لم يكتمل الدوري. انا بكلمك على فكره بكلمك في حقيقة. اه والله انا النهارده لو مستر اسارتي قال لك انا يا جماعه انا بعتذر او النادي الاهلي بيعتذر له على سبيل المثال او اي مدير فني بعتذر لك الموسم هو ده اخر موسم بالنسبه لك هيكون اخر موسم بعد 25/7 ولا قبل 25/7 ما دي فكره هو الراجل برده عايز يتعاقد وانت عايز تتعاقد مع مدير فني جديد المدير الفني الجديد هيجي يستلم الفرقه هيلعب بيهم كاس مصر وهيكمل بيهم الدوري ولا هيكمل بيهم كاس مصر ما هو برده افكار وهتحاسبه على اني قائمه محليه ولا قائمه اللي عليها ولا قائمه جديده ولا الاتحاد الافريقي طالب منك ان انت قبل 30/7 تكون استوفيت العدد اللعيبه اللي موجودين في القائمه الافريقيه ده كمان في نقطه ده 20/7 بدون غرامه ماشي احنا نقول 30/7 والغرامه $500 على كل لاعب مش فارقه الغرامه كتير ادفع الغرامه ادفع الغرامه مش فارقه ماشي بس 30 عندك 30/7 مظبوط طيب 30/7 مش هلعب معاك دور التمهيد ولا دور 32 حلو بس خليني اتكلم بس معاك 30/7 ده انت هتخلص دوري عام 25/7 طيب 30/7 هتحكم على لعيبتك هتمشي اللعيبه هتتعاقد انا النهارده انا كلاعب هاجي اقول لك لا انت جاي بعد قبل نهايه الموسم 1/8 هيبتدي الموسم الجديد او 15/8 تيجي تمشيني دلوقتي فين الانديه اللي انا ممكن اروحها لازم تختار بقى 15 يوم سيبك من الاختيار انا كلاعب مش همشي يبقى انا خلاص اصبحت في القائمه بتاعتك وتديني فلوسي بالظبط يعني انا اسف يعني هتديني فلوس هتديني فلوسي خلاص صح. يبقى انت ابقيت اللعيب ما اتحتش فرصه للعيبه اللي ممكن يكون ليها فرصه ثانيه في انديه ثانيه ده مش فلوسه يا كابتن ده باقي عقده ايوه انا فاهم كلامك ما انا بتكلم انا بس بوضح للناس ده باقي العقد ما انا بتكلم في الحته دي احنا بنتكلم في ارقام كبيره يعني انت لو عايز النهارده تستغنى عن 3 4 لعيبه تستغنى عنهم خلاص اللعيب ده نفسه هتمشيه قبل بدايه الموسم باسبوعين هتكون الفرقه الثانيه جابت لعيبه وتعاقدت وكل واحد وخلاص يبقى لعيب ثمنه اوريدي هيقل فبالتالي فرصه انه يمشي من عندك لا انا قاعد هتحطني في قائمه ثانيه بس اديني فلوسي كلها الملايين دي كلها الملايين دي كلها فبالتالي فكره ان انت تؤجل البطوله او تؤجل الدوري العام لما بعد بطوله افريقيا اعتقد فكره يعني غير موفقه على الاطلاق يعني بنسبه 90% او مش عايز اقول 100% يعني بنسبه 90% غير موفقه على الاطلاق من كل الجوانب تمام. من كل الجوانب عدم راحه اللعيبه وعدم استفاده المنتخب فيما بعد منهم لان اللعيبه هتلحم موسمين ورا بعض ده بالنسبه لمنتخب مصر بالنسبه للانديه المدربين واللعيبه والتعاقدات بالنسبه للانديه المشاركه في افريقيا القائمه بتاعت القائمه الافريقيه واللعيبه اللي انت هتجيبها واللعيبه اللي انت هتمشيها انت لو في لعيب بتتعاقد معاه بيلعب في فرقه افريقيه هيديك اللعيب بتاعه قبل البطوله ما تبتدي ب 10 ايام استحاله مستحيل ما هو خد قراره هو خد قراره اصلا ده مكمل ولا مش هو كمان انت دلوقتي بتبتدي النيجوشيشن من دلوقتي تفاوض عشان تتفاوض على اللعيبه عشان القائمه الافريقيه اللي هتكون موجوده معاك الباب لن يتاح ليك الا بعد 25/7 اذا انت يعني بتقفلها على الانديه بشكل كبير فبكل المقاييس لا انت بكل المقاييس فكره تاجيل البطوله الافريقيه بطوله الدوري العام لما بعد افريقيا يعني بتجور على الانديه وبتجور على اللعيبه نفسها حلو قوي طب قبل ما اكمل السؤال ده وادخل على بيان اتحاد الكوره لان ده السؤال المفروض اللي جاي بس في سؤال يسبقه هيجي يقول لك البعض طب هو ليه الكلام في قصه ان احنا ليه نستكمل الدوري او ليه نخلص الدوري قبل كاس الامم طب ما الكل عارف ان الدوري هيخلص بعد كاس الامم طب ما الناس كلها عارفه وناس كتير اتكلمت والناس كلها متاكده ان الدوري هيخلص بعد كاس الامم ليه الناس بتتكلم دلوقتي الناس ما خدتش بالها والكلام ده قاله الكابتن سعد عبد الحفيظ في لقاء معانا كان مع زميلنا عمر ربيع ياسين من يومين في ملعب التتش في خطاب من الاتحاد الافريقي صادر بتاريخ 24 ابريل بيحدد فيها مواعيد القيد للانديه اللي هتشارك في مسابقتي دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. اولا حسب تصريحات الكابتن سيد الخطاب اصلا لغايه اللحظه دي ما جاش النادي الاهلي. يعني الانديه اللي هتشارك في افريقيا بعد شهر وتحضر لقائمتها ما جالهاش الخطاب اللي تقدر من خلالها تحدد قائمتها امتى وتبعت الحد الادنى 23 لاعب من امتى لامتى عشان تختار لاعبها اللعيبه بتاعتها وفي نفس الوقت تعرف الغرامات او اللعيبه اللي هيعيدها متاخر هتشارك معاه امتى. طب مش نسال السؤال بشكل اوضح من كده؟ ده بناء انا السؤال هو في دوله في العالم بتبعت الانديه المشاركه قبل نهايه البطوله؟ يعني انت مين اللي هيشارك في بطوله افريقيا؟ مش المفروض انت بتحدد الاربعه المشاركين في البطولتين؟ بعد ما تخلص المسابقه. ده طبيعي جدا. بالظبط. انت هتيجي في نص الموسم تقول لهم والله انا شايف ان الاهلي هو اللي هياخد الدوري والزمالك هيبقى تاني مثلا. وشايفين ان بيراميدز ده الثالث والرابع ممكن. بطل الكاس او احنا لسه مش عارفين ان هيوصل الفاينل هو قال لك انا ممكن ابعت اي بي سي ولما تختار لما يتم الاستقرار على اسم الانديه هبعت لك اسامي الانديه انا اقول لك ان اتقال له في تصنيف سؤال لا في تصنيف طب السؤال بس إيه بي سي ازاي طب السؤال بس طب الرابع دلوقتي
يعني الفرقه الرابعه اللي هتلعب في الكونفدراليه مين الديد هتبقى مين بالنسبه لك؟ محدش عارف لسه. بطل كاس ولا رابع دوري عام؟ مفيش كاس خلاص. هم اقروا ان مفيش كاس اللي عشان تبعت اقروا ان مفيش كاس؟ لا هم قالوا كاس هيكمل طيب كاس امم. يبقى بطل، يبقى سؤال، يبقى بطل كاس ولا رابع دوري عام؟ ما هو ده السؤال. ما اعلنوهاش بشكل رسمي. ما هو انت هتبعد، ما انا عشان كده بقول لك لا. يبقى انت لو هو بطل كاس يبقى انت هتجور على بطل الكاس. هيبعت بطل الكاس امتى؟ هو قصدي لو هو اقصد ان هو لو هو رابع دوري عام يبقى انت بتجور على بطل الكاس لو ما كانش من الاهلي والزمالك او من بيراميدز مثلا. فانت بتجور عليه او تاني الكاس. لو هو رابع دوري، لو هو رابع دوري يبقى انت كده اجرت على الكاس. لو هو بطل الكاس يبقى انت بتجور على رابع الدوري. او انت ما تعرفش الامور ماشيه ازاي. هو مش هيلحق اصلا يبعت بطل الكاس لان الفتره المحدده ليه في الخطاب اللي بقول لك عليه. هيبقى مين؟ من 31/6 الرابع هيبقى مين؟ لازم يخلص الدوري. الرابع هيبقى مين؟ ما هو لازم يخلص الدوري. طب يبقى هيخلص، يبقى الانديه هتبعت ازاي؟ الرابع ده هيبعت القايمه بتاعته بالظبط امتى وازاي؟ هيعرف ان هو ده الرابع امتى وازاي. ما هو الاتحاد الافريقي عندك فرقتين ثلاثه بينافسوا على الرابع دلوقتي في مصر. عندك المصري 49، المقاولين 47، المقاصه 45. يبقى انت تدعي ان الاهلي والزمالك وبيراميدز يكون طرف من اطراف نهائي الكاس عشان ربنا يكرم الرابع بتاع الدوري العام ده، يبقى هو ايه؟ يبقى هو البطل. هو في نقطه كمان، هو حدد لك الاتحاد الافريقي من 1 ل 30/6 تبعت اسامي الانديه اللي هتشارك في افريقيا. فانت فكره انك تكمل الكاس بعد كاس الامم اصبحت غير مطروحه، انك تبعت اسم بطل الكاس في البطوله الافريقيه. يبقى الرابع. انا عشان كده بتكلم في الرابع. هيبقى الرابع. يبقى انت اجرت على بطل الكاس اللي هو مش من الاهلي والزمالك وبيراميدز. تمام. اجرت يعني خدت حق من حقوقه. ما اقصدش يعني انا بقيت بطل الكاس في الاخر ما بعملش حاجه. خلاص بقى انا بقى يعني مثلا نفترض مثلا يعني لو اكس من الفرق دلوقتي بقى هو بطل كاس مصر مش موجودين من الثلاث فرق اللي فوق يبقى انت اجرت على حقه. يبقى انت عندك حق من حقوقه. عندك في الكاس عمر شفت فرقه في العالم تبقى بطل كاس وما يلعبش بطوله الكونفدراليه؟ ممكن الحرس وممكن الاتحاد وممكن بتروجيت. ممكن. ما انا بقول لك يبقى انت اخذت حق من حقوق بطل الكاس دلوقتي مثلا. صح كده؟ بالظبط. يبقى انا اخذت الكاس وقعدت في بيتنا او حطيت الكاس في بيتنا ما استفدتش ان انا بطل الكاس في اي حاجه خالص. تمام. خالص. لو هو بطل، لو هو رابع الدوري يبقى انت بقى منتظر حضرتك تستنى ال 25/7 تمام عشان خاطر نعرف مين هو الرابع الدوري العام عشان خاطر يبعت يبتدي يبعت او تبعت للاتحاد الافريقي تقول له والله ان القايمه بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7. ما انا اقول لك على حاجه. اتفضل. النهارده اتحاد الكوره برضو الجدول اتحط برضو كان في فكره كده عايز اقول لك. تقول لي الجدول كده عشان انا ما شفتوش للاسف. النهارده 27/5 بتتلعب اربع مباريات في الاسبوع الاخير. الجونه والاسماعيلي ودي مباراه بتحدد الجونه هيقعد ولا هيكمل. تمام؟ هيقعد ولا هيهبط للدرجه الثانيه. نجوم المستقبل وانبي مباراه تحصيل حاصل. انبي قعد في الدوري والنجوم خلاص عارف ان هو نازل درجه ثانيه. تمام. مصر المقاصه وطلاع الجيش الداخليه والمصري. مصر المقاصه وطلاع الجيش. مصر المقاصه بيلعب على رابع برضه. مصر المقاصه بيلعب على رابع. بيلعب على مركز. بس مصر المقاصه 33 لا مصر المقاصه. مصر المقاصه لعب 33 مباراه 45 نقطه. طيب. المصري عرب. المصري لا المصري 49 نقطه. طيب. فمصر المقاصه خلاص مش رابع. خلاص ده كده انتهى يعني المنافسه على مركز الرابع بين المصري والمقاولين. المصري والمقاولين. بين المصري والمقاولين. المصري والمقاولين بالظبط كده. مباراه المقاولين اتاجلت مع النادي الاهلي. المصري هيلعب النهارده. لو المصري كسب هيبقى مركز رابع رسمي. رسمي. يبقى عرفت ليه النهارده بيلعب الماتشات دي؟ هو اهم حاجه عنده يحدد الرابع. مين الرابع. بقول لك بس هو بيفكر. المصري تعادل. هم بيفكروا عارفين ما بيعملوا ايه. المصري تعادل النهارده. ولو المصري تعادل. ولو المصري تعادل. ما هو زي فكره. استنى برضه المقاولين والاهلي. ما انا هقول لك. ما هي زي ما هي زي فكره حرس حدود او الجونه. كل قال لك ايه اصل لو الجونه كسب يبقى هيلاعب الحرس. طب افرض الجونه خسر والحرس خسر. بالظبط. هتعمل ايه؟ ما بقول لك ازاي هيلاعب الفائز. يعمل ميكس ما بينهم بقى. هيلاعب يا الحرس يا الجونه. طب افرض الحرس خسر وافرض الجونه خسر. هيعمل ميكس. هيلاعب مين؟ ميكس شوط وشوط. شوط وشوط. شوط وشوط. لا والله انا بشوف حاجات النهارده. بنشوف تونس اخر اربع مباريات في الدوري التونسي بتتلعب في نهار رمضان. في نهار رمضان عشان تكافؤ الفرص. مظبوط صح. الاتحاد التونسي النهارده لما قال للاتحاد الافريقي خلي مباراه كاس الامم متاخره عشان الحر فالانديه التونسيه بتقول له طب ما انت بتلعبنا في نهار رمضان. قال لهم عشان تكافؤ الفرص. لازم كلكم تلعبوا في اخر اربع صح. اخر اربع جولات. مش احنا بنتكلم في اخر جوله يا كابتن بلال. يعني الاهلي بيقول لك اخر جوله ولعب كل الماتشات وبيستنى اخر جوله. وفي تونس اخر اربع جولات. بص الموضوع لما ما يبقاش في تنظيم بتبقى الامور صعبه جدا. يعني احنا برضو عشان ما نجرش على حقوق الناس ونتكلم برضو بالباطل على الناس. يعني النهارده انت يا جماعه عارفين ان الموسم ده موسم استثنائي. طيب الموسم الاستثنائي بالنسبه لك ده انت مش حاطط في حساباتك ان في فرق عندها استعدادات تانية مختلفه؟ مش حاطط في حساباتك ان في فرق تلعب في افريقيا؟ ولا انت بتحسب الموسم الاستثنائي اللي جاي برضه هيبقى استثنائي اكتر لو انت كملت البطوله دي
بطوله الدوري العام لما بعد بطوله افريقيا يبقى اللي جاي برده ان شاء الله هيبقى موسم استثنائي. صح، لان الموسم هيخلص في نص 8 فاللي بعديها هيخلص هيبتدي مثلا في 1/9 يبقى انت برده موسم استثنائي بالنسبه لك. اذا كل المواسم بالنسبه لك اصبحت مواسم استثنائيه عشان ما خدتش القرار. لازم تقطع موسم المواسم وتاخد قرار فيه عشان تبتدي الموسم الجديد عندك راحه، عندك الفرق اللي بتلعب في افريقيا عندها فرصه، لان برده الفرق اللي بتبتدي في افريقيا هتبتدي برده في ميعاد بدري عن ميعاد الدوري العام بطبيعه الحال، هتبتدي في 8 تمام وهتخلص في شهر 5، فانت عندك الفرق الافريقيه سواء اذا كان الاهلي او الزمالك او ايا كان من الفرق اللي هتبقى موجوده في الكونفدراليه دي هتبتدي برده الموسم بدري، ما عندهاش فتره للراحه، ما عندهاش فتره ان هي تختار لعيبه، ما عندهاش فتره للقيد، ما عندهاش فتره للترانسفير ان هي تعمل، ما عندهاش فتره تبيع وتشتري. عارف بيراميدز هيلعب تمهيدي كاس الكونفدراليه امتى؟ بيراميدز غير مصنف. ده اول مره يلعب في افريقيا. هيلعب دور ال 125 تقريبا. 128. هيلعب 7/8. يعني قريب جدا. قريب. 7/8. يعني قصدي يعني بعد يعني هيكمل الموسم، يعني ده معناه انه هيكمل هيلعب الماتش 7/8 وبعديه 15/8 فهيخش على بطوله الدوري العام. هي نفس الموضوع ما انا بقول. هيبعت قائمته امتى؟ مفيش. خلاص الاهلي لما طلع بيان كان بيطلع بيان للصالح العام. طب اديني بيان الاتحاد كده بعد اذنك. طيب بيان اتحاد الكره والورق كتير بصراحه يا كابتن بلال. النهارده قرارات وبيانات وامور كتيره جدا. بص بيان اتحاد الكره يعني لا هو قرار رسمي ولا هو معلومه تقدر تستشف منها موضوع معين. يعني موضوع للطرح، موضوع للطرح العام. مش قرار، مش قرار ولا حاجه رسميه. وطرح فكره ان ممكن نستكمل بدون الدوليين ونرد عليه، يعني قابله للرد والنقاش ولا فكره يعني. بيقول لك هنشوف الاطراف المعنيه والانديه المعنيه بهذا الامر وفي الاخر هنطلع قرار او نشوف التصور. الاهلي هو المعني. شوف البيان. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تحب تقراه؟ اقراه. طيب اتفضل. يؤكد الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه المهندس هاني وريده على اولويه المنتخب الوطني في قائمه اهتماماته قبل ايام من انطلاق بطوله الامم الافريقيه. ده كلام جميل التي تنظمها مصر الشهر المقبل بما لا يتعارض مع مصالح الانديه المصريه. بما لا يتعارض مع مصالح، ودي النقطه اللي احنا عمالين نتعارض فيها بقالنا ساعتين اهو. هو مصلحه المنتخب بما لا يتعارض مع مصالح الانديه، ومصالح الانديه بما لا يتعارض مع مصلحه المنتخب. يعني انت خليفه خلف خلف الله. وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما ان اللوائح الدوليه تعطي الحق للمنتخب الوطني تجميع لاعبيه قبل البطوله باسبوعين طبقا للقواعد الدوليه. واكد اتحاد الكره ان الظروف التي تعيشها مسابقه الدوري الممتاز حاليا ليست وليده لحظه وانما امر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقه. تمام. وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنه المسابقات خلال اجتماع رؤساء الانديه المشاركه في الدوري وفي مقدمتهم رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع اقامه مسابقه الدوري من مجموعتين في ضوء الصعوبات التي تتعرض للمسابقة من إقامة دورتين من البطولة الإفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت امتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوام الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية. ده الكلام ده في يناير. للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل، وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر للمستجدات وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التواصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيه دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيقا لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الإفريقية بعد ما وافقت الأندية المعنية. فهمت حاجة؟ ماذا أقول بعد كل ما قيل؟ فاكر المشهد ده؟ بص يعني طبعا كلام هو كلام انشائي اكتر منه كلام يعني موضوعي يعني فاهم. انا هاخد راي الانديه والمنتخب مع الانديه ان شاء الله، يعني ده ما تعرضش مع ده وده ما تعرضش مع ده وده كلام انشائي اعتقد من وجهه نظري الشخصيه. الكلام الصح المظبوط ان لازم اجيب اطراف الموضوع، نادي الاهلي، نادي الزمالك، مستر اجيري، ثلاثه اللي موجودين، يا جماعه ايه الاقتراحات المطلوبه من عندكم عشان استكمالا لبطوله الدوري العام ومتى تستكمل، وايه العوائق اللي ممكن تعوق، وايه النتائج السلبيه والايجابيه اللي ممكن تكون موجوده. هي دي ده المقترح الصحيح. انما النهارده اطلع بيان اقول فيه هلعب من غير الدوليين. طب ما النادي الاهلي عنده 9 دوليين مثلا، يعني هتلعب يعني في النادي الاهلي هيلعب من غير فريق كامل مكتمل. الزمالك عنده 4 مثلا حلو موجودين دلوقتي حالا، فرجاني ساسي اوريدي هو مصاب خلاص مش مكمل نهايه الموسم. تمام. فالزمالك عنده 4 لعيبه، انت عندك 9 لعيبه في القائمه، فانت عندك فريق كامل هتحرمه من انه يلعب مباراته، بيلعب فريق بيلعب على بطوله الدوري العام هيلعب من غير 9 لعيبه دوليه.
يعني الموضوع صعب جدا. صعب يعني صعب انك تاخد قرار تقول اه هلعب من غير الدوليين. صعب جدا. انت عندك جونيور اجاي في قائمه الانتظار في المنتخب النيجيري، وعندك الاربعه المصريين دوليين تمام، احمد فتحي والشناوي، لا احمد الشناوي وايمن اشرف واحمد فتحي ومروان محسن. طيب محمد فتحي، لا احمد فتحي مش في المنتخب، احمد مش منتخب، لا فتحي مش في المنتخب، يبقى الشناوي، الشناوي ومروان اشرف وايمن و مين يا جماعه الرابع فكروني؟ احمد فتحي اعتقد، فتحي مش في المنتخب ولا محمد هاني؟ متاكد؟ وليد سليمان، وليد سليمان، يبقى وليد سليمان، وليد سليمان. طيب ادي اربعه، وعندك جيرالدو منتخب بلده انجولا، وعندك علي معلول تمام ماشي، وعندك جونيور اجاي ادي اللعيب التامن بتاعك، وعندك وليد ازارو مع احتماليه انه يكون موجود او مش موجود ماشي. عندك يمكن تسع لعيبه النهارده قائمه المنتخب المغربي اللي اعلنها رينارد، لا ازارو مش موجود، مش موجود. عندك ثمان لعيبه، بنتكلم في ثمانيه، في ثمان لعيبه، ثمان لعيبه قوام فريق، قوام فرقه كامله. هل تستطيع انك تلعب مباريات او مباراتين على نهائي بطوله الدوري العام بدون ثمان لعيبه دوليه بالنسبه لك؟ اعتقد صعب جدا، صعب جدا. ده بخلاف المصابين، خد بالك، ما هو ده انا عندي كمان ساعات هنتكلم عن المصاب وكريم نجم، مش لا لا المصابين مش مشكله ماشي، خلينا نتكلم، احنا بنتكلم على القوام الرئيسي بتاعك، احنا الاصابات دي بتاعت الفريق هو يتحملها تمام؟ تمام. ولكن انا بتكلم على اللعيبه الدوليه زيك زي اي فرقه تانية، انا بلعب بطوله الدوري العام، هنا اصبح ما فيش مبدا لتكافؤ الفرص. انا النهارده يعني النهارده تيجي تلعب تقول لي الاهلي يلعب مثلا هيلعب مع المقاولين، الاهلي ما عندوش تسعه دوليين والمقاولين ما عندوش ولا لعيب دوري غير لعيب واحد بس، طب كده ما فيش مبدا تكافؤ الفرص. هي هي يبقى انت دخلت في حوار تاني خالص مختلف تماما. فاذا يعني لابد ان يكون في حل. والمقاولين عنده احمد علي على فكره، ده مهاجم، ده هداف الدوري. اه بس لعيب، اه لعيب واحد، انت عندك تسعه لعيب، لما تفتقد تسعه لعيبه في مباراه، في مباراتين انت بتلعب فيهم على بطوله الدوري عام، اعتقد كتير جدا. كتير على المدير الفني، هتحاسبه ازاي؟ انا هحاسب مستر اجيري ازاي؟ هحاسب مستر اسارت ازاي؟ هاجي اقول له تسع لعيبه مش هلعبوا معاك المرتين الاخرين وهات الدوري العام. طب الموضوع سهل، عارف سهل في ايه؟ قول. خطاب الاتحاد الافريقي، المواعيد اللي اتحطت، اتحاد الكوره يطلع يقول لهم يا جماعه احنا مش في يعني في منظومه لوحدينا، شوف الاتحادات الاخرى في شمال افريقيا والاتحادات في افريقيا كلها عملت ايه لما نزلت المواعيد المتعلقه بالقيد الافريقي. انت لو الدوري ما خلصش قبل كاس الامم عندك فتره من 1 ل 10 7 لازم تبعت الحد الادنى قائمه 23 لاعب، لو ما عملتوش كده وما خلصتوش الدوري قبل كاس الامم مش هتعرفوا تعيدوا لعيبكم في بطوله افريقيا الجايه. ليه اتحاد الكوره مش واضح مع الانديه ويقول لهم مشكلتكم لو ما خلصتوش الدوري قبل كاس الامم هتبقى عندكم مشكله في البطوله الافريقيه القادمه؟ ما اتحاد الكوره لو طلع للانديه وقال لهم الكلام ده من بدري، والخطاب بتاع المواعيد اللي اتحددت من الاتحاد الافريقي مبكرا من شهر، ما كانش حصلت الازمه دي كلها. اكيد يعني الاتحاد المصري هو الوحيد اللي عنده الحل على فكره. يعني الاهلي لما طلع بيان ادى لاتحاد الكره الحل، حل قال له لو عايز تحل عندك الخريطه اللي تحل بيها، واداله خريطه الطريق اللي ممكن يمشي بيها ازاي الفتره الجايه، وبعد خريطه الطريق او البيان او القرارات في صوره رسميه لاتحاد الكره في اليوم التالي من صدور البيان. حل اتحاد الكره كان سهل جدا اول ما يستقبل بيان الاهلي يطلع الخطاب اللي جاله من الاتحاد الافريقي، ده لو ما جالوش كمان تبقى قصه ثانيه، لان هو اصلا ما اتبعتش للانديه. يعني الكابتن سعد الحفيظ لما طلع قال لك اصلا جواب القيد ما جاليش لغايه دلوقتي. هيجي لك ازاي انت ما خلصتش الموسم بتاعك؟ لا ما هو الاتحاد الافريقي، كنت انت اول ولا تاني؟ الاتحاد الافريقي لما بيحط اللائحه وبيحط مواعيد القيد بيبعتها لكل الاتحادات الاهليه. انا عارف، عشان هي تختار مين الاول والتاني وتبتدي تبعت لهم وتقول لهم كمان مواعيد القيد. بالظبط، وتقول لهم شروط القيد ومواعيد القيد. طبيعي. فاتحاد الكره لما يجي له مواعيد القيد هو اللي يقول للانديه يا جماعه الدوري لازم يخلص قبل كاس الامم، لو ما خلصتوش هتبقى مشكله كبيره عليكم. حلو. لو عمل ده هيقنع الانديه، اصل على فكره الاهلي لما طلع بيان هو لمصلحته، بس لمصلحه الزمالك والبيراميدز والفرقه الرابعه اللي هتشارك في افريقيا السنه الجايه. خد بالك، ما انا طبيعي لما اطلع بيان لازم يبقى لمصلحتي انا الشخصيه. ولمصلحه الانديه كمان هتشارك. معلش انا هقول لك على حاجه محمد، بغض النظر بص مش يعني خلينا نتكلم بوضوح شويه. انا كنادي انا اللي بدفع ثمن اللعيبه، وانا اللي بسافر، وانا اللي بعمل ترانسفير، وانا اللي بجيب المدربين، وانا بمشي اللعيبه، وانا اللي بعمل كل حاجه، فبالتالي لما بفكر تمام بفكر في مصلحتي الشخصيه رقم واحد. انا عايز اخد بطوله الدوري عام صح تمام، انا عندي سبونسر ماشي، انا مرتبط بسبونسر، ناس بتدفع فلوس، الفاليو بتاع النادي، القيمه الكبيره بتاعه النادي الاهلي تمام، ما دي برضو مرتبطه باللعيب بيتصاب، لعيب بيتعور، لعيب بيكتمل، لعيبه بتخش المنتخب، انا باخد بطوله ما باخدش بطوله، ما دي مرتبطه بكده. لما انا تضيع مني البطولات بتاعتي بسبب من الاسباب او باسباب تلحم الموسم واصابات اللاعبين وعدم استكمال وعدم لعب المباريات بشكل منتظم جدا، ما ده بيقلل القيمه الكبيره من الفاليو بتاع النادي. طبعا خد بالك، انت هو انت النهارده لا تستهون بكون ان اللعيب النهارده لعيب بالنسبه لك او السوبر ستارز بالنسبه لك يبقى مصابين، لا تستهون بالكلام ده.
ده قيم بتقل بالنسبه لك، فلوس بتضيع عليك. النهارده لما اشتري لعيب ثمنه مثلا 30 40 50 مليون ويتصاب من كتر تلاحم الموسم او من كتر المباريات المتلاحمه على بعضها، ما دي انا كنادي اهلي بفقده وبفقد قيم كبيره جدا بالنسبه لي، دفعت فيها فلوس كتيره جدا. الكلام ما بيحصلش. موسم استثنائي اوكي، بس موسم استثنائي ما تجعلش كل المواسم استثنائيه. ده رايي الشخصي يعني. انا طالما النهارده اتفقنا على موسم استثنائي، لا تجعل كل المواسم القادمه مواسم استثنائيه. ده رايي الشخصي يعني. اتمنى. كابتن بلال انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني، وبنحاول نحط حلول للموضوع، بس الحل سهل على فكره وواضح، ويطلع الجواب او يطلع مواعيد القيد ويحل الموضوع، لكن مش عارف هيحصل ايه خلال الساعات الجايه. ربنا يسهل. متفائل؟ بص انا يعني سعيد جدا بمواقف النادي الاهلي. خد بالك، وهي دي شخصيه النادي الاهلي، بتبان في المواقف الصعبه اللي من خلالها بتقدر تحمي مصالحك. تمام. انا عايز احمي مصالحي، فبالتالي كل القرارات اللي جايه بتحمي مصالحي ومصالح المنتخب ايضا وبقيه الانديه. يعني الاهلي ما بيفكرش لوحده، الاهلي بيفكر في النادي الاهلي وبيفكر في باقي الانديه وبيفكر ايضا في منتخب مصر. لما بقى عندي لعيبه، 9 لعيبه مثلا او 8 لعيبه من النادي الاهلي بيمثلوا منتخب مصر، اعتقد دي فايده كبيره جدا للمنتخب قبل ما تبقى فايده للنادي الاهلي. اكيد. كابتن بلال شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله نلتقي على خير خلال الايام القادمه. اشكرك. شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب. كانت فقره مهمه جدا مع احد نجوم النادي الاهلي ومهاجم النادي الاهلي الكابتن احمد بلال، القينا الضوء على ما يحدث على الساحه خلال الفتره الحاليه بما يخص الكره المصريه وجدول الدوري، مواعيد القيد الافريقي، ما سيطرى خلال الساعات القادمه. بعد الفاصل الكابتن عادل طعيمه المدير الفني الاسبق وصاحب التاريخ الطويل في الكره المصريه، هنلقي الضوء ايضا على نفس الموضوع ونشوف رايه الفني في مساله تاجيل المباريات وازاي الفرقه تستعد للمرحله القادمه في ظل ضبابيه نهايه الدوري العام. شكرا، وبعد الفاصل الكابتن عادل طعيمه. على كل هذه الايضاحات وكل هذه المعلومات في تدريب فريق النادي الاهلي اللي بيستعد خلال الفتره. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من سهرتنا النهارده في برنامج الاهلي الليله، بيشرفني فيها الكابتن عادل طعيمه المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي ونجم كبير ويعني احد المدربين الكبار في الدوري المصري، يمكن درب عدد كبير جدا من انديه الدوري الممتاز وعنده خبرات كبيره وعارف الكره المصريه مشكلتها فين وتتحل ازاي، ووجود النهارده ضروري معانا عشان المشاكل اللي موجوده في الكره المصريه. موسم استثنائي، موسم مش استثنائي، دوري هيخلص امتى، مش عارفين هيخلص امتى. كابتن عادل منورنا ومشرفنا ومواضيعات حيويه في التوقيت الحالي. اولا كل سنه طيبين والساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، ان شاء الله ربنا يبلغهم ليله القدر. امين يا رب، ويجعل الخير دايما في النادي الاهلي والانتصارات باذن الله تعالى ان شاء الله. السؤال الاول، وليك باع طويل في الدوري المصري ودربت فرق كتير وعارف خبايا الكره المصريه ومشاكل الكره المصريه، هو موسم استثنائي ولا مش استثنائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو افترضنا ان هو موسم استثنائي لازم في قواعد اللعبه. قواعد اللعبه بتقول ان انا في دوري وفي كاس وفي امم افريقيا وفي اذا في سوبر والحاجات دي، في جدول بيتحط. الجدول بيتحط ده بيتحط في كل العالم، وتلاقي دايما الجدول زي ما انت شفت كده كله خلص في شهر 5، ياخدوا شهر، لازم اللاعب ياخد شهر كامل عشان الجهاز العصبي والعضلي بياخد الراحه بتاعته، ثم يبدا في فتره اعداد. فتره اعداد بياخد له كمان شهر، ثم بيبدا دوري. تبص ايه في شهر 8 هتلاقي ليفربول مانشستر كله بيخلص في اوائل، خلاص في اخر 5 ويخش على الفترات الراحه بتاعته، ثم اعداد الموسم اللي بعديه. موسم استثنائي لازم ان انا اتحاد كوره
لا في قرار حاسم. الناس لازم تعرف ان الدوري بعد شهرين دي عمليه خطيره جدا. انك تكمل الدوري بعد شهرين دي عمليه سلبياتها خطيره. كابتن عادل ده الاسبوع الاخير اللي عليه الدوشه دي كلها بيتلعب منه دلوقتي اربع مباريات، منهم مباراه لو وضعنا في الحسبان ان في ثلاث مباريات مش هتفرق كتير في الجدول، بس منهم مباراه الجونه والاسماعيلي. الجونه بينافس مع ثلاث اربع انديه في الهبوط، فتكافؤ الفرص خلاص اصبح مش موجود. يعني انت النهارده الاسبوع الاخير في الدوري الاسبوع 34 اللي عليه الموضوع كله اتلعب منه اربع مباريات، يعني في خلاص سبق السيف والعزل، خلاص ست فرق خلاص نهوا الدوري. يعني بقى لهم اربع خمس ايام بيناقشوا، والنهارده قلنا نطلع بقرار ويمكن مباريات بالليل تتاجل، لا طلع قرار ولا المباريات اتاجلت والمباريات بتتلعب. نفترض الجونه كسب الاسماعيلي وبقى في الدوري الممتاز، قيمه مباراته مع الزمالك هتكون ايه؟ والزمالك بينافس على المقدمه، تكافؤ الفرص ازاي بينه وبين الاهلي، والاهلي لعب مباريات مع فرق بتحاول تقعد مش عايزه تنزل الدرجه الثانيه وبتحاول تحارب ان هي تقعد في الدوري الممتاز، وده حقها الشرعي. لما لعبنا الداخليه ولعبنا النجوم ولعبنا فرق كبيره جدا كانت لسه عندها امل تقعد في الدوري الممتاز، ومباريات بالنسبه لنا كانت مباريات صعبه. لما يجي يلعب مع الجونه والجونه قاعد في الدوري، قيمه المباراه هتبقى فين؟ تكافؤ الفرص فين ما بينه وبين مباراته مع النادي الاهلي؟ مش موجود. لما اسالك يا محمد واسال الساده المشاهدين مين المسؤول اللي مع الموضوع ده؟ هتلاقي العمليه عايمه. العمليه عايمه، مفيش مسؤول. عامر، اتحاد الكوره، الانديه، العملية متوزعة على الناس كلها وكل واحد بيرمي على نفسه. لا، ده فيه لازم يبقى فيه القائد، قائد المركب ليه قبطان واحد. مفروض الكابتن هاني أبو ريدة أنا المسؤول عن إدارة الكورة في مصر. أنت مش عايز تعمل لجنة محترفين تدير أو رابطة محترفين تدير الدوري؟ خلاص بقى، أنت عايز تدير صح بقى، ودير فنيا صح. أنت راجل في الكاف، أنت راجل في الفيفا وفي الفيفا. أنا في الكاف وفي الفيفا، يعني في الاتحاد الدولي. هل أنت ممكن تسأل في الكاف وفي الفيفا ازاي انت الدوري بتاعك ما انتش عارف تديره، وبتعمل ماتشات بعد افريقيا، تلعب ماتشين بعد افريقيا؟ اي فنيا ده الناس تضحك علينا. والله الناس اللي احنا علمناهم كوره سواء في البلاد العربيه، وكل المدربين المصريين، انت عارف كل المدربين المصريين طبعا وكان لهم دور، كان ليهم دور في نهضه الكوره في العالم العربي كله، في الكويت وفي قطر وفي السعوديه وفي الامارات وفي كل حته. طب اقول لك على حاجه بمناسبه الامارات، وهي والله ما كانتش متحضره. احنا مش بنقول موسم استثنائي؟ طب بص، الامارات السنه دي نظمت ايه؟ نظمت كاس امم اسيا، نظمت كاس العالم للانديه، نظمت اولمبيات متحدي الاعاقه، والدوري خلص وانديتها لعبت دوري ابطال اسيا وكاس الاتحاد الاسيوي، تمام؟ ولعبت كمان في دوري الخليج العربي، دوري الكره في الامارات، والدوري لسه خلصان اول امبارح. نظمت ثلاث احداث دوليه على ملاعبها السنه دي. كاس امم اسيا 24 منتخب، احنا عندنا كاس امم افريقيا، الامارات نظمت كاس امم اسيا 24 منتخب، نظمت كاس العالم للانديه، ريال مدريد وفرق كبيره. كاس العالم للانديه، وكان نادي العين بيلعب في كاس العالم للانديه، فبالتالي اجلت مباراه نادي العين، تمام؟ نظمت اولمبيات متحدي الاعاقه، وكان في سبوت كبير قوي على هذا الحدث الرياضي في الامارات هناك، كان حدث كبير جدا، ومع ذلك الدوري الاماراتي لسه منتهي من 48 ساعه. ولعبوا الانديه في دوري الامارات، لعبت بطوله عربيه، لعبت دوري ابطال اسيا، لعبت كاس اتحاد اسيوي، نفس الظروف بالظبط، وخلصت دوري الخليج العربي او دوري اسيا. والنهارده بتبدا تطور لجنه الانديه المحترفه لرابطه الانديه المحترفه. يعني هم عملوا لجنه زي لجنه الانديه عندنا، الكلام ده من كذا سنه. لجنه الانديه المحترفه هناك بتحاول توصل للترج بتاع الرابطه عشان تسوق شعار الرابطه، تسوق المنتجات بتاعت الرابطه، تسوق الكوره هناك في الامارات. خلصوا الدوري وبيخططوا لاربع سنين جايين. شوف الفكر ده. انا اقول لك على حاجه ثانيه بقى، الناس ممكن تعتبرها حاجه سهله. انت بتخش ملعب الامارات وبتذكره، التذكره دي عليها، هل شفت في العالم العربي كله ان في جمهور بيبقى قاعد على النجيله؟ لا. اهلي وزمالك بيتلعب في الامارات، جمهور الاهلي والزمالك تقريبا قاعدين جنب بعض، قاعدين اللي بيفصل ما بين الملعب والمدرجات سور، يعني يا دوبك نص متر. في حد نزل، في حد تجاوز بشعار، كل واحد قاعد بالكرسي، قاعد بالكرسي بتاعه، التصوير الدقيق، مفيش حد حوالين الملعب، الناس نازله بنظام. الكلام ده احنا كمصريين ما نقدرش نعمله. كابتن هاني والاتحاد الكوره، انا كنت متخيل، والله كنت متخيل ان احنا بعد المجلس ده ما نجح انه الحاجه دي هتبقى في مصر موجوده. انت بتبص يعني نص المجلس نجوم كوره، اي ماتش تبص تلاقي الفرقه بتاخد الدوري او بتاخد الكاس، بتلاقي الناس كلها في الملعب، وناس لازم بجلابيه، وواحد ملوش علاقه شايل الكاس،
لا الجزء التنظيمي ده فيه قصص تانية. ما هو ده الاساس، هو ده الاساس. تعرف لو ده منظم هتلاقي كل حاجه منظمه، هتلاقي دخول الملعب منظم، هتلاقي المسابقه منظمه، التصوير، التحكيم، لان هي كلها حلقات كلها لا ماسكه ببعض. كابتن عادل انا حزين وانا بضرب المثل باللي بيحصل في الدوري المصري والكره المصريه باتحادات شمال افريقيا. انا بقالنا 3 ايام بنتكلم، شوف تونس الدوري ازاي هيتنظم بعد الترجي ما يخلص مباراه النهائي، ضاغطين الترجي ازاي عشان يخلص الدوري قبل كاس الامم عشان يلتزم بمواعيد القيد الافريقي. قلنا المغرب بيعمل ايه دلوقتي، بنقول الامارات ازاي بتنظم الدوري وبتخلصه وارتباطها في نفس السنه بثلاث احداث رياضيه دوليه. شوف بنضرب مثل، يعني لو قلنا الدوري الانجليزي ولا قلنا الدوري الاسباني ولا قلنا ظروف اوروبا، طب نضرب مثل بانديه وباتحادات قريبه الشبه مننا، لعبت معانا بطوله عربيه، لعبت معانا بطولات افريقيه، لعبت دورات في اسيا وبطولات فدراليه وكونفدراليه، نفس الظروف نفس الظروف، ومع ذلك هناك قرار بيتخذ لمصلحه الجميع، لا بيخاف من ده ولا بيخاف من ده ولا بينتظر قرار من هنا ولا بينتظر قرار من هنا، اللي شايفه في صالح المنتخب وفي الانديه بيتم اتخاذ القرار على طول بيطلع. يعني المسؤول سهل ياخد القرار والانديه مش هتقدر تعترض لو انت بتقول له لا لمصلحتك في 1 2 3 4. هل الاتحاد ما عندوش القدره ان يتخذ مثل هذه القرارات؟ يعني هل ينفع ناديين بحجم يعني اي ناديين كبار في اي دوله في العالم ينفع ان انا يبقى عليا ضرر ان انا اقعد شهرين من غير لعب وبعدين العب النهائي؟ وانا قلت قبل كده العب النهائي ان انا ببقى مفروض في قمه لياقتي البدنيه ابتدي بيها دوري ازاي؟ ما ينفعش. هعمل ماتشات وديه امتى واعمل اعداد امتى؟ فانا اللي عمله تونس والمغرب، تعرف الناس دي كانوا بيتفرجوا علينا ويقلدونا في كل حاجه، سواء في الفن في الرياضه في كل حاجه. ومع ذلك احنا هم عندهم القرارات اتخذت بسرعه لانهم عارفين يعني ايه جوانب فنيه ممكن انها تضر اللعيبه، اللعيبه هتنضر ضرر بالغ، والكره المصريه يعني وتدخل على تصفيات كاس عالم. يعني اي منطق واي عقل يقول كده؟ المفروض ان انا ابقى حاطط البرنامج بتاعي وعارف يعني ايه جوانب فنيه وجوانب ماديه، وزي ما انت قلت استثمار الرياضه دي استثمار، استثمار في كل حاجه ادبيا وماديا وفنيا. ما ينفعش ان انا اقضي على شكل الدوري، مين اللي هيبدا الدوري بنهائي اهلي وزمالك؟ مين عاقل يقول كده؟ استحاله الكلام ده يمشي، استحاله، ولا الناس هتقبله ولا هيبقى فيه فرحه ولا هيبقى فيه اي حاجه. الدوري يخلص في نهايته على اساس انك انت خلاص اتعرف مين بطل الدوري، اتعرف مين بطل الكاس، حتى الكاس مش مشكله، لكن انت على الاقل يبقى عندك الرؤيه في اعارات، في تجديد، في معسكرات، النظام ده كله في الانديه الكبيره لازم يتحط من البدايه. طيب تعليقك على فكره الجدول اللي اتحط من ايام والنهارده بتتلعب منه 4 مباريات في الاسبوع الاخير، الاسبوع ال 34، ان اتحاد الكوره فكر في ازاي هيحمس ازاي هيحسم شكل الهبوط لو الجونه كسب مثلا الاسماعيلي والمباراه ما زالت ساريه حتى الان، والمركز الرابع اذا المصري استطاع الفوز على الداخليه. لكن في نفس الوقت ما اهتمش بفكره مين بطل الدوري ومين الانديه اللي هتشارك في افريقيا وتقدر تجهز قائمتها. يعني بمعنى صح، هو خد من خطاب الاتحاد الافريقي الميعاد الاول اللي هو من 1/6 ل 30/6 الاربعه الانديه اللي هتشارك في بطوله افريقيا، سواء الاول والثاني او الثالث والرابع. لكن في نفس الوقت هو بيحط الجدول الاسبوع الاخير، ما راحش لجزئيه شؤون اللاعبين او لجنه شؤون اللاعبين ان في قيد افريقي من 1/7 لغايه 30/7. تعليقك على الجزئيه دي، يعني ازاي اتحاد الكره يحل هذه الجزئيه ان يسهل الانديه ان تخلص الدوري قبل كاس الامم عشان تأيد لاعبتها وتحضر للقيد الافريقي الشهر الجاي، وفي نفس الوقت تستعد للموسم المحلي كمان السنه الجايه؟ يعني انا بستغرب اذا كان عندنا واحد بحجم هاني بريده في الكاف وفي الفيفا وفي المكتب التنفيذي هنا وهنا، السؤال ده احنا بنطرحه عليه. طب انت القيد ده مين اللي هيتحط امتى؟ يعني القيد ده الانديه اللي هي مشاركه الاربع انديه او الاربع اهلي وزمالك، واذا كان في ثالث والرابع بيراميدز او بيراميدز والمصري مثلا حتى الان تقريبا، يعني القيد ده هل هي هيبقى فيه قاعده عرب؟ طب يا اخوانا دون استثناء مصر تاخد استثناء اللي فيها المقر وهي اللي عامله المقر وفيها هي لا، واستثناء في القيد صعب يا كابتن عادل، ما ينفعش. ما انا مش عارف هتتحل ازاي. اصل استثناء في القيد يعني بمعنى صح، انا لاعب فرقه في شهر 9 هي ايدت لاعبتها وقيمتها وحددت ودفعت غرامات لو ايدت لعيبه ومش هتلعب ادوار تمهيديه بالمواعيد المتفق عليها، وانا اتعمل لي استثناء، شكوى صغيره من نادي هيلاعبني يقول لي ده ايد لعيبه في توقيت غير قانوني وخد استثناء بشكل غير قانوني وانا التزمت بالمواعيد. طبعا مفيش تكافؤ فرص، مفيش تكافؤ فرص. ما يبقى استثناء القيد ازاي؟ يعني هل انا مثلا في القيد المحلي نفترض اخر القيد المحلي 31 او 1/9، نفترض 1/9 اخر ميعاد للقيد المحلي، جه النادي الاهلي مثلا او نادي سين، مش هقول اسامي انديه، نادي سين قال لك اديني استثناء عشان ايد اللعيبه يوم 2 او 3/9، والنادي الثاني خلاص او الانديه الثانيه كلها كان القيد بالنسبه لها 1/9
وانا الاتحاد فتح لي القيد لاثنين او ثلاثه تسعه هتنفع؟ على فكره القيد مش بقى دلوقتي القيد بال تي ام اس سيستروني يعني لو انا معايا واسطه من اكبر راس في الكوره في الفيفا ما يقدرش يستثنيني لان ده نظام سيستم محطوط اخر يوم في الساعه 12 بيقفل السيستم خلاص ما تقدرش تسجل. مظبوط. فانت على اي اساس المشكله دي هتتحل؟ مشكله يعني صعبه جدا وارجو ان هي يعني خلال النهارده وبكره باذن الله تعالى يبقى في قرارات ان باذن الله تعالى اتمنى ان اتحاد الكوره ياخد القرار انه الدوري ينتهي قبل امم افريقيا وده اللي هيحل لك مشاكل كتير جدا بصرف النظر عن اي اعتراضات وعن اي حاجه وتلعب الماتشات اللي باقيه نادي واحد ممكن يعني يبقى فيه نوع من المعارضه لانه عنده خمس ماتشات يعني يجي على نفسه شويه وبالمناسبه بنهنيه على الكونفدراليه رجاء ان الاربع خمس ماتشات اللي جايين من فضلك تعال على نفسك شويه والعب زي ما كان الاهلي بيلعب بقاله 8 شهور بيلعب كل ثلاث ماتشات كل ثلاث ايام من فضلك نخلص الدوري علشان مصلحتك انت برضو ما مصلحته هو كمان ما هو هيأيد لعيبه زيه وبعدين في نفس الوقت هتبدا اهلي والزمالك قبل بدايه موسم ازاي انت فنيا اكيد انت عارف وانت عندكم خبراء ما شاء الله على اعلى مستوى هل ينفع الموضوع ده لا عمره ما ينفع لا فنيا ولا اداريا ولا ماليا ولا ماليا ده هتبقى في خسائر ماليه كبيره امال ايه كبيره جدا امال اللعيبه مين هيتحملها هتعمل معسكر اعداد فين عشان تلعب اهلي وزمالك ازاي يعني ولما اسال لما يتم سؤالي عن اهدار مال عام مثلا حوالي 150 200 مليون جنيه يعني انت مثلا ممكن يتسال لي مره مثلا انا بعمل ميزانيه انت في عندك خمس لعيبه سبتهم فري ودول تعاقداتهم مثلا بتصل لحوالي 50 مليون او 100 مليون جنيه مثلا يعني انت ازاي تسيبهم فري ازاي تدفع عقود للعيبه لسه الموسم ما بداش عشان ما اخترتهمش قبلها ب 15 يوم ان انتوا فري او انتوا خلاص مش على ذمتي ده ملايين والنادي الانديه ما فيهاش ما عندهاش الفلوس كتير قوي هيتم يعني. سؤالي على ده كمان يعني ده اللعب النظيف ده لو هنا هنتبهدل على فكره بالظبط يعني هيتم سؤالي اصلا كمان وانا بعمل الميزانيه ان في خسائر مثلا 10 20 30 40 مين هيتحملها حتى يعني. الغرامات في القيد الافريقي يا كابتن عادل لما ادفع 500 دولار على كل لاعب وانا اصلا ما حققتش الحد الادنى 23 لاعب من 1/10 من 1/7 ل 10/7 طب الارقام دي كلها مين مسؤول عنها؟ ممكن تكون حوالي نص مليون جنيه ولا مليون جنيه بس ليه ادفع مليون جنيه غرامات وانا بالنسبه لي القيد فيه مواعيد متحدده من بدري؟ حلها ان اتحاد الكوره الاهلي طبعا عايز يلعب قبل كاس الامم قبل الامم افريقيا هيبقى في نادي واحد بس اللي بيعارض يبقى فيه قرار بقى من الدوله من اتحاد الكوره يعني مش دوله مش هتدخل اتحاد الكوره نقعد كده يا اخوانا يبقى فيه مفيش قعده عرب بقى في قوانين بتتنفذ انا هنهي بطوله الدوري في الميعاد الفلاني اجيري ممكن يغير يوم او ياجل يوم لكن لا يمكن استحاله ان انا العب بقيه الماتشات بعد نهايه لان دي خطا وهيتكتب في تاريخ اتحاد الكوره هيتكتب في التاريخ والله التاريخ ما بينساش ان حصلت مهزله ان حصل 1 2 3 4 في سنه كذا وكان مين المسؤول بتاعها كان راجل مسؤول كبير قوي في الكاف وفي الفيفا والحاجه دي حصلت هل الحاجه دي ما اتدرستش قبليها انا قبل ما اخد امم افريقيا بست شهور او اربع شهور احنا واخدين امم افريقيا من ست شهور والدوله اخرت انها تنظم البطوله من ساعتها فنيا وماليا واداريا انا ما كانش عندي الاجهزه اللي تحط لي الجدول بحيث ان انا بنهي قبل البطوله يدرس الموقف وبعدين لما يجي النادي يطلب التاجيل والنادي الاهلي ما كانش ليه بيطلب تاجيل احنا كنا بنلعب كل 3 ايام ماتش اللعيبه ما كانتش بتروح بيتها ولما كنا بنطلب التاجيل يقول لك موسم استثنائي عايزين نخلص الدوري فالاهلي يقول لك حاضر الموسم الاستثنائي ده على الاهلي بس يعني احنا طبعا ما احناش في مجال منافسه انا دلوقتي بنتكلم بصفه عامه يا اخوانا الكره المصريه لابد يبقى لها ضبط وربط ما ينفعش يا اخوانا البلاد اللي حواليها زي ما حضرتك تفضلت شمال افريقيا الامارات السعوديه اتفرج على الدوري السعودي انت لو اتفرج على التلفزيون تحس ان ده دوري اوروبي لحد ما تسمع المعلق ولا بتاع لان فعلا نظام ودقه في المواعيد الدوري بينتهي في الميعاد الفلاني بالظبط مفيش مجال لحد ان هو يعني يخرب او حد يفرض رايه على اتحاد الكوره اكيد طيب قبل ما اكمل الحديث معاك لان في نقطه مهمه كاس الامم الافريقيه ليس لها علاقه بازمه الدوري العام لان كاس الامم الافريقيه معروف معاده حتى لو في الكاميرون كنا ممكن نخلص برضو الدوري قبل كاس الامم موجوده في مصر ممكن نخلص الدوري قبل كاس الامم الفكره مش في كاس الامم الافريقيه الفكره ان احنا ما درسناش الموقف صح ولما جالنا خطاب الاتحاد الافريقي بخصوص مواعيد القيد ما صرحناش الناس وطلعنا قلنا للكل
لا يا جماعه القيد مش في صالحكم، لو كملنا بعد كاس الامم لازم نختم قبل كاس الامم. نخرج لتقرير يا كابتن عادل، الجماهير بتتحدث عن موقف النادي الاهلي بعدم استكمال الدوري بعد كاس الامم، نشوف راي الجمهور في هذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الكابتن عادل طعيمه بعد هذا التقرير. الدوري كله يعني في كذا حاجة فيه من اللخبطة في من الأول الموضوع خالص، فأنا شايف إن الخطيب برضو إحنا معاه في كل حاجة، وأنا شايف إن القرار ده صح جدا اللي هو هيتخذه ده، فإحنا معاه في قلبا وخالبا يعني في كل حاجة. النادي الأهلي معروف إنه دايما النادي الأهلي من السباقين ومن اللي بيحاول إن هم يحافظوا على الانتظام وشرعية مسابقة الدوري العام من بدايتها لنهايتها. الأهلي عمره ما كان سباق بالمشاكل ولا بافتعال المشاكل، النادي الأهلي دايما بيطالب بحقوقه في إطار المبادئ اللي بتبقى مفروض محطوطة من بداية المسابقة. أنا شايف أن توقف مباراة الدوري لغاية البطولة ما تخلص ده هيدا عن المناسبة السابقة أصلا، مش هيبقى في مسابقة ولا في بندية في المسابقة أصلا. فالمفروض أن اتحاد الكرة كان عامل حسابه أن البطولة تخلص قبل كأس الأمم، لأن بعد كده ما فيش كرة بعد كأس الأمم، كل الناس خلاص جهودها انتهت واللعيبه هتطلع اصلا اللي مصاب واللي عايز يستشفى، مفيش امكانيات كمان نرجع تاني الملعب بنفس قوته الموجود حاليا، والمنافسك والموسم الجديد كمان مفيش وقت للاستعداد ليه، فانت كده هتلحم موسم في موسم، فمش هينفع ابدا الاهلي يتنازل عن المطلب ده باي صوره من الصور. انا طبعا مع قرار مجلس الاداره ومع كابتن خطيب واعضاء مجلس الاداره في تلك القرار، قرار صائب ويا ريت ينفذ. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير وراي الجمهور في موقف النادي الاهلي بعدم استكمال الدوري بعد كاس الامم الافريقيه. كابتن عادل تعليقك على راي الجمهور، وفي ناس اتكلمت يعني لا صعب ان احنا نكمل الدوري بعد كاس الامم لان في حاجات كتير يعني تمنعك من ده، خسائر ماليه فنيه اداريه، في مواعيد كمان لازم تلتزمها خلال الفتره القادمه، الفكره انك مش عايز تضغط فرقه منافسه ولا لا، ده الفكره انك في مواعيد لازم تلتزم بيها خلال الايام الجايه. لو انا مسؤول لا استكمل الدوري، أنا الخسارة إن أنا إذا أنا هنسحب من الدوري، إنما أنا ما الخسائر الموسم القادم هتبقى طائلة. خسائر على النادي الأهلي مالية، خسائر فنية، خسائر إدارية، من قيد، من إعارات، من أجهزة فنية، من جوانب فنية، من معسكرات، من جوانب مالية مهمة جدا. الراجل اللي بيدفع فلوس علشان يبقى راعي للنادي الأهلي، المعسكرات اللي هتتعمل، كل ده انت بتقضي عليا الموسم القادم علشان تجامل الكوره، ما فيهاش مجامله. انا الخسائر بتاعتي ان انا السنه دي انا لن اكتمل الدوري الا اذا اتلعب قبل نهايه افريقيا. انا عندي ماتشين يتلعبوا في خلال الفتره اللي جايه ديت، عندي 15 يوم، ال 15 يوم او 10 ايام لحد يوم 6 يتلعب الماتشين بتوعي واكمل بعد كده. ايه المانع ان انا اهلي وزمالك العبوها في البدايه؟ ايه المشكله يعني؟ برضه من ضمن الحلول يعني العب اهلي وزمالك وبعدين الماتشات الثانيه خليها بعدين، يبقى الانديه الثانيه تتضرر، انما انا النادي الاهلي انا جمهور كبير قوي، والجمهور زي ما انت شفت ناس فاهمه قوي على فكره، الناس فاهمه يعني، الناس دول يعني ما هماش وكلاء فنيين ولا مديرين فنيين ولا هم بيخططوا للكوره، ناس عاديين وكل واحد ليه مهنته المحترمه، كلهم فاهمين والله. يعني هل ينفع ان دول يبقوا فاهمين وهم مش مسؤولين؟ يعني المفروض المسؤول يبقى مسؤول فعلا، ربنا هيحاسبنا كل واحد قاعد في كرسيه، ربنا يحاسبه انت ليه اسأت للمكان اللي انت قاعد فيه، ليه ما اخترتش الاكفأ، الجهاز الفني في اتحاد الكوره ليه ملوش دور؟ يعني كابتن محمود سعد فين فين فينه من الحته ديت؟ يعني محمود سعد ده راجل دكتور في التربيه الرياضيه، لازم يبقى الجانب الفني ده ليه دور في الحته دي. ما هل هو ما قالهمش ان الحته دي هتأثر فنيا؟ حتى بلاش الجانب المادي، فنيا ما ينفعش، فنيا ما ينفعش ان الدوري يستمر مفيش 14 شهر، مفيش اداره فنيه للمنتخبات، مفيش اداره فنيه داخل الاتحاد في موضوع الكره المصريه في كمسابقات محليه كدراسه كسكاوتنج، ده مش موجود. انا في احدى الحلقات من حوالي شهر، ويمكن الكلام ده انا بقوله لاول مره، من شهر هنا في قناه الاهلي وتحديدا يوم 29 ابريل يا كابتن عادل، طلعنا وناقشنا
مواعيد القيد الافريقي، الدوري هيخلص قبل كاس الامم امتى، الدوري لما خلص قبل كاس الامم ايه الخريطه الاتحاد المصري هيحضرها للمرحله القادمه عشان الانديه ما تخسرش افريقيا السنه الجايه. وكان ضيف هنا الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي بالاهرام العربي والصحفي في مجله الاهلي، وسالته على دور اللجنه الفنيه في الاتحاد، رد عليا قال لي انا كنت بعمل حوار مع الدكتور محمود سعد، قال له انا الجزء المختص بيه داخل الاتحاد المصري لكره القدم البراعم والاكاديميات وقطاعات الناشئين فقط، ملوش علاقه خالص بالسكاوتنج للدوري المحلي بالمنتخبات الوطنيه بالتخطيط للكره المصريه لاربع سنوات قادمه. امال مين اللي بيخطط للكره المصريه؟ ما هو مفيش تخطيط، ما هو لما يطلع مواعيد القيد الافريقي والاتحاد ما ياخدش قرار فيها ويقعد يلعب في جدول الدوري عشان يحدد مين الرابع عشان يبعته ككونفدراليه، تمام، مع الاول والثاني والثالث، وهو النتائج خدمته، يعني يبان مين الاول والثاني والثالث والرابع، ويتفق على شكل الهبوط هيبقى شكله ازاي ويعرف مين هبط، لكن مش فارق معاه ان الانديه هتشارك في افريقيا هتتعامل ازاي مع القيد السنه الجايه. عشان كده بقول لك، هل كابتن او دكتور محمود سعد هل هو ما قدمش تصوره الا اذا كانوا هم يعني في نوع من التحجيم بحيث انك انت مالكش دعوه بالمنتخب الاول وكده. مش اختصاصه، ما هو الجوب سكريبشن اللي محطوط للدكتور محمود سعد مش محطوط فيه انه يحط الخريطه لاربع سنوات قادمه. ما هو اي مدير فني للاتحاد كابتن عادل وحضرتك طبعا تدرى اكتر منه وليك خبرات في الجزئيه دي، وليه بفتح معاك الموضوع ده؟ لان احنا لو عايزين نشوف المشكله فين هنوصل للجزئيه دي. اي مدير فني للاتحاد يا كابتن عادل بيعمل ايه؟ ايه دوره؟ التخطيط للكره المصريه عموما، مش القطاع بس، يعني الراجل بيعمل تصور كل اربع لثمان سنين حتى عشان المنتخب الاولمبي، تمام، مش اربع سنين، بيعمل لثمان سنين عشان المنتخبات الاولمبيه. بيخططها ازاي؟ بيحط مواعيد ايه؟ بيحط مواعيد الماتشات، شكل الجدول، القيد، النهارده بعمل 30 ولا 25، صح، الاعمار، الدرجه الممتاز اولى وب، تبقى ايه؟ تبقى 20 نادي، ما تبقاش 150 نادي، الدرجه الثالثه تبقى كذا علشان تفرق لقطاعات الناشئين، مسابقاتها تبقى مرتبطه بالمسابقات العالميه، ما يبقاش في حاجات جمهوريه وحاجات منطقه والنادي يفضل يصرف على حاجه ملهاش قيمه، ولعيب بيلعب في النادي الاهلي تلاقيه بيلعب مع مش عارف شباب ايه، نتيجه المباراه دي ايه؟ ايه الفايده الفنيه بتاعتها؟ ولا قيمه لها. الكلام ده لما يكون اتحاد الكوره بيلزم الانديه زي ما موجود في العالم كله، انا الاحتراف بيبدا من سن كذا لحد كذا، بعد السن ده انا القطاع الناشئين ده لازم في السن المعين ده يبقى ليه تصور. انا الفتره اللي انا بشتغلها في قطاع الناشئين ثم الشباب لازم تفرغ لي اكبر مجموعه للفريق الاول في منتخب مصر. يبقى التخطيط ده معمول، مش معمول ان انا بجامل مدرب علشان اديله فرقه وبعدين يخسر، يبقى الجيل اللي انا اشتغل معاه وراح سافر 50 ماتش دولي وبعدين يبقى يعني خلاص يتحط على ما ينفعش. الولاد دول يبقى فيه نوع من التخطيط، ومع التخطيط هيبقى فيه نجاح. اذا ما فيش مدير فني للاتحاد يا كابتن عادل؟ ما يعني مش، انا مش عايز يعني محمود، مش دكتور محمود هو ما بيقومش بالدور ده، على الشخصيه. الشخصيه اللي انا ممكن جدا ما اقبلش ان انا يبقى دوري في الحته دي. انا مدير فني لاتحاد كره القدم في مصر، انا اقبل ان انا ابقى باخد الشغلانه دي من الالف الى الياء. الفريق الاول ماشي، الفريق الاول بيخطط لنفسه، لكن انا بخطط للكره المصريه 8 سنوات، بقول المسابقه دي تبقى بالشكل الفلاني السنه الجايه. يا اخي احنا 20 100 وشويه مليون، كل الدول في العالم اللي هي معديه ال 100 مليون الى عدد المسابقات او عدد الانديه اللي بتشارك فيها 20 نادي، مش كده؟ المانيا كام؟ 20. بريطانيا، اسبانيا، كله في الحدود دي. انا المانيا 18 عشان اكون بس دقيق في المعلومه، 20 ولا 18؟ المانيا 18، اسبانيا 20، انجلترا 20، فرنسا 20، ايطاليا 20. طيب، ودول تقريبا قريبين مننا او احنا زياده عنهم. انا الانديه الشعبيه وليه ما بقعماش عامل نظام ان انا الانديه الشعبيه دي بدل دور الشركات، يبقى الانديه الشعبيه دي انا كمدير فني بحط النظام بحيث ان انا الخطا اللي احنا عملناه السنين اللي فاتت ديت ابقى بوصله ان انا يبقى كل الدوري كله انديه شعبيه، بحيث ان انا هي كره هي لعبه شعبيه. فالتخطيط ده كله محتاج لاداره فنيه، مش واحد ده محتاج جهاز كامل، اداره فنيه زي اللي حضرتك تبقى عارف في برشلونه او في اي دوله، اي نادي في العالم في مدير فني للنادي
مش المدير الفني بتاع الفريق الاول. المدير الفني ده شغلته انك انت بتجيب اللعيبه، لو المدير الرياضي بمعنى المدير الرياضي اسف المدير الرياضي، المدير الرياضي دي شغلانه انت بتسمع عنها في برشلونه. الراجل يروح يجيب نيمار يفضل متابعه 4-5 سنين وبعدين يروح جايبه، عارف ان هو هيجيبه بالشكل الفلاني بالرقم الفلاني، بعد سنه اتنين الراجل ده هيتباع بالرقم. انت شفت جابه بكام وباعه بكام؟ يعني الرقم اكتر من 100 وشويه، 120 مليون مكسب في خلال سنتين. ده غير المكسب اللي هو جابه من بعد ما جابه النادي على طول برشلونه من الفانيلا، ولا جاب الفلوس اللي هو اصلا دفعها. مش ده مش ده الاستثمار اللي العالم كله شغاله؟ هل هم محتاجين فلوس؟ محتاجين فكر، ومحتاجين يعني ايه اسبانيا تروح كاس العالم وتكسب كاس العالم من خلال ايه؟ قطاع ناشئين في ريال مدريد وبرشلونه. قطاع ناشئين بيشتغل صح في ريال مدريد وفي برشلونه. لو تشوف التيم اللي لعب في كاس العالم وخد كاس العالم في اسبانيا كان عباره عن 6-7 من ريال مدريد و6-7 من برشلونه. ودي دايما اللي كانت بتكسبنا امم افريقيا، اهلي وزمالك، اهلي وزمالك وبيخش عليهم طبعا طلعت محترف موجود من بره، ثلاث اربع محترفين. الكلام ده اذا ما كانش المدير الفني في الاتحاد الكوره بيشتغل بالشكل الفلاني، يعني نراجع بقى نفسنا. كابتن محمود سعد يبقى ياخد يعني صلاحيات تانية بحيث ان انا الحاجه دي، يا اما يبقى في نظام تاني بيتحط. ما ينفعش ابدا ان انا مصر كبيره قوي، مصر اسمها كبير قوي يا اخوانا. انا بقول لك حزين يا كابتن عادل، وانا بقارن الكره المصريه بالكره التونسيه والكره المغربيه والكره الاماراتيه، حزين وانا بدي امثله فيما هو متعلق بالتوقيت الحالي في ختام الدوري هناك، في ازاي بيتعاملوا مع مواعيد القيد، ازاي بيتعاملوا مع ختام المسابقه، ازاي بيتعاملوا مع تكافؤ الفرص. يا كابتن عادل ده في تونس اخر اربع اسابيع بيلعبوا في نهار رمضان في الصيام عشان تكافؤ الفرص. يعني النجم الساحلي عنده ملعب مضاء، ما عندوش مشاكل في الملعب، في اضواء كاشفه، لكن مثلا لو الامن رفض يلعب بالليل بجمهور مثلا، وفي نادي تاني عنده اضواء كاشفه ممكن يلعب بالليل، الاتحاد التونسي يقول لك لا، حتى لو في رمضان يلعبوا بالنهار في الصيام لتكافؤ الفرص. هو ده الشغل موضوع بسيط سهل جدا. هو ده الشغل، هو ده الاحترام، والانديه تتبع اتحاد الكوره. انا يا سيدي مش عايز وجع دماغ، رابطه محترفين من السنه الجايه، بس قبل السنه الجايه من فضلك يا اتحاد كوره، من فضلكم الدوري ينتهي قبل امم افريقيا، لان المشاكل اللي هتحصل من خلال القيد زي ما انت تفضلت، والمشاكل الماديه اللي هتقع على الانديه. انت عارف الناس اللي خلصت النهارده، في ناس هتخلصت النهارده هيقعدوا، احنا في شهر كام؟ شهر 5، هيقعدوا بقى لشهر 8 مفيش لعب. دول بقى شوف ياخد فتره قد ايه، وفي ناس ما تاخدش راحه خالص بقى، في ناس على طول الدوري شغال ولاعيبتها منتخب، يجوا من المنتخب مفيش اعداد، تخش على فتره اعداد العب اهلي وزمالك. مين قال الكلام ده؟ طيب. يبقى انت بتقضي على حتى اللعيبه اللي انت جايبها بملايين دي هتبقى مصابه، واللي صليب واللي يقول لي نتيجه عدم التخطيط الجيد. طب المفاجاه كمان، احنا بنتكلم في خط افريقي، لا ده في مفاجاه اكبر من كده ما حدش لغايه دلوقتي اتكلم فيها، وانا مش عندي لعيبه في مواليد 97. اه طبعا. والدوري لسه خلصان، وحضرتك كنت مدير قطاع الناشئين من سنه او سنتين وعندك درايه بالموضوع ده. أيوه. طيب انا عندي 5 لاعبين مقيدين مواليد 97 مع ال 25 لاعب او مع القائمه الاوليه او القائمه الاولى اللي هي قائمه اللعيبه الكبيره اللي معديه السن او اللعيبه المحترفه. مين اللعيبه مواليد 97؟ رمضان صبحي، تمام، ناصر ماهر، عدد كبير من اللعيبه ولاعيبه مميزه، احمد حمدي واحمد ياسر ريان ولاعيبه كبيره. آه. تمام. طيب هل السنه الجايه في دوري عمرو رضوان؟ عمرو رضوان الجول بتاع الجونه، وعمر رضوان الحارس المرمى. آه. اللي هو معار خلال السنوات الاخيره نتيجه ان لسه وسعدون باك ليفت بتاع الجونه، ومحمد عصام الغنطور حارس المرمى. في لعيبه كبيره ولاعيبه كتيره وبتسر الدوري المصري وموجوده من خلال النادي الاهلي، وعمار حمدي موجود في الاتحاد السكندري. طيب ال 97 السنه الجايه هل موجوده ولا مش موجوده؟ طب لو موجوده اللعيبه دي هتكمل معايا وايدها في المرحله السنيه كمرحله شباب؟ طيب لو مش موجوده هايدهم مع الفريق الاول؟ طب لو ايدتهم مع الفريق الاول هيبقوا كده عندي 35 لاعب. طب القايمه لو 25 همشي 10 ازاي؟ طب لو القايمه 30 همشي 5 ازاي؟ طب دول هكمل معايا تعاقدهم ولا مش هكمل معاهم؟ طب المعارين في الجونه زي احمد ياسر ريان وعمار حمدي في الاتحاد السكندري واحمد حمدي كمان في الجونه، لما يرجعوا هايدهم معايا في الدرجه الاولى ولا هايدهم 97؟ ولا مش هعرف ايدهم ولا مش هعرف اعيرهم؟ ما هو لو ال 97 اتلغت السنه الجايه اللعبة دي مشكلة كبيرة، لو ما أيدتهاش مش هتبقى على ذمتي. فلوس بقى ضايع. يعني تخيل يا كابتن عادل. آه. أحمد حمدي السنة الجاية أو أحمد ياسر ريان أو اللعيبة اللي هي مواليد 97، وعمار كان في المنتخب، وعمار حمدي لو السنة الجاية الموسم اللي جاي اللي هو كمان شهرين ثلاثة، لو الدوري خلص وما حطش مسابقة مواليد 97 السنة الجاية، اللعبة دي لو ما مضيتش معاها عقود احتراف السنة الجاية ومكملة معايا هتبقى فري.
طبعا. مين يتحمل ده؟ ليه ما تديها فلوسها؟ مين يتحمل ده؟ مين في يعني اتحاد الكوره يعني عنده القدره ان يدرس الامور دي فنيا وماليا وياخد قرار؟ مين؟ محدش فاضي، محدش فاضي للاسف، محدش فاضي. وبعدين يعني حاجه زي دي هل لم يعني حد يدرسها؟ مفيش حد يدرسها، محدش واخد باله من الكلام ده كله. يعني 97 دي في غايه الاهميه، لان معظم الانديه كده على فكره، هتلاقي برضو نادي الزمالك كده والاسماعيلي كده في كميه من الاولاد الموهوبين جدا في 97. اذا ما كانتش المسابقه دي هتتنظم، طب الاولاد دول هيروحوا فين؟ هل في مخرج ليهم؟ طب والفلوس اللي اتدفعت في الولاد دي والصرف اللي صرف عليهم، هل انت بتدي عامل حسابك ان الولاد دول يبقوا يعني النادي بيستفيد منهم بحيث ان هم ما يروحوش في كده يمشوا كده بدون حتى فنيا؟ انت بيضيعوا منك فنيا، بيضيعوا منك وماليا. وهاخد قرار امتى؟ والقرار هيطلع امتى؟ انا يعني اتحاد الكره هياخد قرار، انا في النادي هاخد قرار امتى؟ ما انت عشان تبلغني بالقرار ده لازم تبلغني في شهر 4 في شهر 5 عشان اخد قرار بناء عليه في الموسم اللي جاي. لكن الموسم بيخلص، اذا خلص قبل كاس الامم يبقى كويس، لكن لو الموسم بيخلص بعد كاس الامم هاخد فيه قرار امتى؟ وخاصه انك انت معظم الانديه دلوقتي بتحط تشكيلاتها للاجهزه الفنيه لقطاعات الناشئين في الوقت ده عشان اختبارات وعشان، فالاجهزه الفنيه بتبقى في الوقت ده بتتشكل. فطبعا دي برضه من ضمن الحاجات اللي انت اثرتها الحقيقه في منتهى الذكاء، انه يعني هل ينفع ان 97 ده برضه من ضمن الحاجات اللي في منتهى الخطوره واللي لابد يبقى فيه قرار حاسم فيها. طيب اخر حاجه كابتن عادل برضه بسالك في الجزئيه دي، في نتائج دلوقتي بتتلعب في الدوري العام، الجونه والاسماعيلي المباراه انتهت بتعادل السلبي 0-0، نجوم المستقبل وانبي تعادل ايجابي 1-1، مصر المقصة وطلائع الجيش تعادل إيجابي 1-1، والداخلية والمصري كام؟ 3-0 لمين؟ 3-0 لصالح النادي المصري. طيب المصري متقدم على الداخلية 3-0، لسه المباراة ما انتهتش. لكن لو أنا بقى بقيس ده بجدول الدوري يا كابتن عادل، المصري دلوقتي أصبح خلاص بعد لما كسب 3-0 أو المباراة خلاص في النهاية في الجزء الأخير بقى 52 نقطة، فبقول لك كده خلاص بنسبة كبيرة المركز الرابع اتحدد خلاص، المصري بقى الرابع دلوقتي فهيلعب كونفدرالية السنة الجاية. لكن الجونه اتعادل. طيب الجونه اتعادل بقى كام نقطه يا كابتن عادل؟ 37 نقطه. لعب كام مباراه؟ 33 مباراه. اصبح الجونه 37 نقطه، اصبح الاتحاد السكندري 36 نقطه، الحرس 36 نقطه. تمام؟ هو مش كان قال ان الحرس او الجونه يلعبوا الزمالك؟ طيب الحرس عنده مباراه مع بيراميدز يوم 30/5 اذا اقيمت هذه المباراه. ماذا لو تعادل الحرس وبقى 37 نقطه زي الجونه؟ مين هيلعب الزمالك بقى؟ فيش انا كابتن بلال كان مكان الكابتن عادل وسالته السؤال ده، قلت له هم بيقولوا او هم لما حطوا الجدول كانوا معتقدين ان الجونه يكسب فيلعب الزمالك مع الحرس، او الحرس يكسب فيلعب الزمالك مع الجونه. طب نفترض لو الاثنين خسروا، طب النهارده الجونه اتعادل، حتى المقاولين انت كده برضو عدم تكافؤ الفرص، لان هو كان المفروض عايز يبقى رابع، عايز يبقى رابع بالظبط، يعني رابع يعني اخش امم افريقيا. فطبعا حته تكافؤ الفرص والحاجات دي هم فاهمين ان الانديه ديت، وده اللي انا قلته زمان يا محمد، والله زمان قلت اتحاد الكوره الجمعيه العموميه لازم يبقى العدد بتاعها مقنن بحيث انها تختار وتختار بعنايه. طب يعني الجمعيه العموميه اختارت واختارت بعنايه، طب اللي اخترناهم بعنايه مش مفروض يبقى فيه تمام واقفه كده مع النفس ان احنا نبقى يعني واخدين القرارات السليمه. تمام كابتن عادل طعيم انا بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك حبيبي كل سنه وانت طيب. حلقة كانت فيها معلومات كتيره، نتمنى يكون في حل يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. باذن الله. مشاهدينا الكرام حلقه كانت فيها تفاصيل كتيره جدا، اتكلمنا وعقدنا مقارنات مع الاتحاد التونسي، الاتحاد المغربي، الاتحاد الاماراتي، القصه مش بعيده عننا، بس الفكره كيف يتخذ القرار وكيف يكون القرار لصالح الجميع، مش لصالح فرد او لصالح شخص، لكن القرار يكون لصالح الكره المصريه. صالح الكره المصريه انتهاء الدوري قبل كاس الامم الافريقيه، ضربنا امثله وقلنا مواعيد رسميه، وعندما اتخذ النادي الاهلي قراره وارسل بيانه للاتحاد المصري لكره القدم واعلن موقفه، اعلن موقفه بناء على موقف الاتحاد الافريقي بمواعيد القيد للموسم القادم، وبالتالي الامر لم يكن متعلق بمشاركه لاعب او خساره مباراه او تعادل مباراه، الامر متعلق بمصلحته في الموسم القادم سواء محليا او افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وخلال الساعات القادمه ننتظر الحل باذن الله من اتحاد كره القدم اذا كان هناك حل خلال الساعات القادمه. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.